Ladies and gentlemen, today is the day to talk about اشتقاق الدوال المثلثية. كنا اتكلمنا عن كل قواعد الاشتقاق الأساسية ألا وهي مشتقة ألف في سين أس نون، وقلنا بننزل الأس وننقص من الأس واحد، اشتقنا حاصل ضرب دالتين واسم الدالتين ومشتقة قوس، واستنتجنا منها مشتقة الجذر التربيعي وخلافه. كنا استنتجنا كل القواعد دي منين يا خالو؟ من قانون معدل التغير اللي هو نهى دالة س زائد ه ناقص دالة س على ه. اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله هو اشتقاق الدوال الايه؟ المثلثية. حضرتك درست كام دالة مثلثية على مدار حياتك؟ ثلاثة، والمقلوبات بتوعها الثلاثة اللي هم الجا والجتا والظا، والمقلوبات القا والقطا والظتا. من المفترض انك درست في ثانية ثانوي مشتقة الجا والجتا والظا، ولكن ايمانا مني بان حضرتك لا دخلت ثانية ثانوي ولا تسمع عنها حاجة، فانا هجيب لك الموضوع من الاول. كلام سليم؟ هذه واحدة، ده بالنسبة لاشتقاق الدوال الايه؟ المثلثية. اما عن الاخرى، في بعض الحاجات هتدخل في اشتقاق الدوال المثلثية زي تركيب دالتين، زي مشتقة قاعدة السلسلة اللي هي كانت موجودة فين؟ في حصتين مدخل التفاضل. كل الحاجات دي متظبطة، نبدأ نبني على أساسها النهاردة. تاني حاجة، عندك في حاجات في قوانين حساب المثلثات لو حضرتك ما تعرفهاش هتعطل هنا في اشتقاق الدوال المثلثية، أو بالأحرى وبالأدق فأنت هتتسحل. هتتسحل إزاي؟ بص يا غالي، كمان شوية هتلاقيني بقول لحضرتك ان مشتقة الجا بجتا ومشتقة الجتا بسالب جا، ولو دالة مثلثية مرفوعة الأس فانت بتعملها معاملة قوس، يعني بتنزل الأس تضربه في الدالة زي ما هي وتنقص من الأس واحد وتضرب في مشتقة الدالة. فهاجي أدي لحضرتك سؤال ما، أقول لك إيه رأيك لو معاك دالة ص بتساوي جا تربيع س زائد جتا تربيع س؟ خد اشتق دي. الطريقة العادية لاشتقاقها، الطريقة العادية تماما لاشتقاقها، انك هتنزل الأس وتنقص من الأس واحد وتضرب في مشتقة الدالة، يعني هتقول 2 جا س في مشتقة الجا اللي هي هتبقى بجتا، لسه هقولها لك. طب ودي نزل الأس وتنقص منه واحد، يعني هتقول 2 جتا س في مشتقة الجتا اللي هي بسالب جا، فتيجي في الآخر تحصل الكلام ده وتختصر ويطلع معاك بصفر، يطلع معاك بإيه؟ بس بعد ما أنت رحت اشتقيت بالقواعد دي. ولكن اللي فاكر من اولى ثانوي ان جا تربيع زاويه زي الجتا تربيع نفس الزاويه بيساوي واحد، هيقول ده على طول الصاد بتساوي واحد، يبقى مشتقه الصاد بايه؟ بصفر. ما مشتقه الثابت دايما بايه؟ حلو وهايل. يبقى قوانين حساب المثلثات بتاعت زمان اللي هي جا تربيع زي الجتا تربيع بيساوي واحد، واحد زي الظا تربيع بيساوي ك تربيع وخلافه، هتنفعني هنا في اشتقاق الدوال المثلثيه، هتخليني اسرع واكفأ وهتخليني اقدر اتعامل مع السؤال بطريقه سلسه. حلو يا غالي؟ انت فاكر اي حاجه منهم؟ لا. فانا هعمل معاك ايه الاول؟ هجيب لك حساب المثلثات من حيث اتى، من حيث بدا. بدا منين بقى حساب المثلثات؟ من ايام الجا والجتا والظا، من ايام ما كانت الجا مقابل على وتر والجتا مجاور على وتر والظا مقابل على مجاور. يبقى انا عداني العيب وما جاش ناحيه القاعه دي تماما. كلام سليم؟ هراجع لك كل الحاجات دي في البدايه، ثم بعد كده باذن الله هبدا ادخل عليه على قواعد الاشتقاق اسهل ما يكون. الجزئيه بتاعت الثالثه ثانوي اللي هنتكلم فيها النهارده اللي هي اشتقاق الدوال المثلثيه اسهل حاجه انت ممكن تدرسها واسهل مسائل انت ممكن تتعامل معاها، بس في حاله انك تكون مظبط الحاجات الايه؟ القديمه. طب انا هظبط معاك الحاجات القديمه دي الاول. صلي بينا على النبي كده واصحالي. بص يا غالي، من حيث بدأ حساب المثلثات، بداية بدأنا من حدوتة النسب المثلثية. ايه النسب المثلثية؟ الراجل والله كان معاه مثلث قائم. لاحظ ان دايما هيكون في علاقة بين احدى الحدتين والمقابل والمجاور بتاعها، أو المقابل والوتر أو المجاور والوتر. بمعنى وليكن الزاوية بتاعتي دي ثابتة، الراجل لاحظ إن لو المقابل بتاعها ده اسمه صاد والمجاور اسمه سين، فلما يجي يجيب الصاد على السين مع ثبوت الزاوية ويروح مكبر الوتر ده شوية والزاوية ثابتة زي ما هي، ويروح مكمل المثلث تاني،
فيروح جايب برضو طول المقابل الجديد والمجاور الجديد على بعض يلاقيهم نفس النسبة. كل ما يكبر او يصغر يلاقيهم نفس الايه النسبة. ده عند ثبوت الزاوية. فلاحظ هنا ان في نسبة ثابتة بين المقابل والمجاور عند ثبوت الزاوية، وقال لك النسبة دي اسمها ظل الزاوية. اسمها ظل الايه؟ الزاوية. طبعا الموضوع ارقى من كده وليها استنتاج وليها قصة جميلة، فيديو صغير كده ان شاء الله ببعته لك على الجروب هتفهم ايه هو ظل الزاوية. ولكن هنا احنا عايزين نفتكر ايه القواعد اللي انا بتعامل بيها. كلام سليم. المهم انه وصل في الاخر لان في ثلاث نسب مثلثية اساسية، الا وهي جي بالزاوية، وراح مسميها الجا ثيتا. ايه الجا دي يا خالو؟ قال لك ده بيساوي مقابل على وتر. طب لو ده صاد وده سين وانا سميت ده لام، يبقى مقابل بصاد على وتر اللي انا مسميه ايه؟ لام. في حاجه ثانيه اسمها جيب تمام الزاويه، وده اختصار وقال عليها جتا. جتا ثيتا بيساوي، قال لك ده المجاور على الوتر، يبقى سين على لام. حاجه ثالثه اسمها ظل الزاويه اللي هو ظا ثيتا، والكلام ده كان بيساوي المقابل على المجاور. لاحظ برضو ان الظا هي عباره عن جا ثيتا على جتا ثيتا. ازاي بقى؟ لو قسمت الجا على جتا، يعني قسمت دول على بعض، اللام يمشي مع اللام ويتبقى عندك صاد على سين. الله، مش كده كده الظا هي الصاد على سين؟ كلام سليم وهايل وممتاز. الكلام ده كله لحد ما انت كنت فين؟ في الاعداديه. كبر الموضوع شويه، دخلت اولى ثانوي في الترم الاول في حساب المثلثات، راح مدرس لك ما يسمى بمقلوبات النسب المثلثيه. حلو يا غالي؟ ايه المقلوبات بتاعتنا؟ قال لك والله اول مقلوب منهم هو اسمه كا ثيتا. مين الكا دي يا غالي؟ قال لك ده واحد على جتا ثيتا، ده مقلوب الجتا ايه؟ ثيتا. في ناس بيخيل اليها ان القطا مقلوب الجتا والكا مقلوب الجا، انت بتحفظها عشان دي فيها ته ودي ما لا، الله يبارك لك والنبي انفض هذه الافكار عن راسك. القا مقلوب مين؟ الجتا، يعني واحد على. طب هي الجتا كانت ايه؟ مجاور على وتر، يبقى القا وتر على مجاور، المقلوب بتاعها صح؟ تاني مقلوب هو القطا، شوف الابداع بقى، اكيد القطا هي مقلوب مين؟ مقلوب الجا. تالت مقلوب هو الزاطة. طب مين الزاطة يا خالو؟ قال لك ده مقلوب الظا، يعني واحد على. اللي هي لما قلنا ان الظا بجا على جتا يبقى دي بايه؟ بجتا على جا. طب دي خلاص يا مستر النسب المثلثية والمقلوبات بتاعتها وعرفناها. كلام سليم؟ بدأ يكبر الموضوع شوية ويدرس لحضرتك حاجة اسمها الزاوية الموجهة. ايه الزاوية الموجهة يا ابن عمي؟ قال لك والله زمان لما كنا بنيجي نقيس زاوية ما كانش بيهمنا التسمية بتاعتها ضلع ابتدائي وضلع نهائي. ما فاهمش، ما خبرش، ما عارفش. يعني لما كان بيجي الراجل وليكن عنده مثلث بالشكل ده ألف ب ج، لو هيتكلم عن الزاوية دي هيقول عليها زاوية ألف ب ج، صح؟ هي هي لما يقول عليها ج ب ألف، هي هي لما يقول عليها زاوية إيه؟ زاوية ب. حصل ولا أنا غلطان؟ كبر الموضوع شوية والراجل بقى محتاج يدي اتجاه لقياس الزاوية. إيه الاتجاه اللي هيعمله لقياس الزاوية؟ قال لحضرتك والله إحنا هنعمل حاجة لطيفة. إحنا لما نيجي دلوقتي يا باشا نتكلم عن زاوية هنتكلم عنها بالتعريف بتاعها. هو ايه تعريف زاويه؟ قال لك والله الزاويه هي اتحاد شعاعين، بمعنى ده شعاع وليكن اسمه واو الف، وده شعاع تاني وليكن اسمه واو ب. فقال لك اتحاد الشعاعين دول ينتج الزاويه اللي قدامك. حلو وهايل وممتاز. هياخد شعاع منهم يسميه الضلع الابتدائي. الضلع ليه يا غالي؟ وهياخد الشعاع التاني يسميه الضلع النهائي، وهياخد الواو دي يسميها راس الزاويه. راس الايه؟ وبناء عليه ما بقاش بقى زي الاول زاويه الف واو ب هي هي ب واو الف، لا ده بقى دي زاويه ودي السالب بتاعها. لان الراجل كمان بدا يعمل لك ما يسمى بالقياس الموجب. لو انت بتقيس ضد حركه عارب الساعه، يعني بدات من هنا لهنا ضد حركه عارب الساعه، فهتقول ده اسمه قياس موجب للايه؟ للزاويه. ولو مشيت في اتجاه حركة عارب الساعة، يعني بدأت من هنا لهنا، ده يبقى اسمه قياس سالب للايه؟ للزاوية. حلو وقايل ممتاز. يبقى الراجل بدأ يديني تعريف أفضل للزاوية وأدق شوية بإنه ده الزاوية بتاعتي ايه؟ اتجاه، وعمل لها ضلع ابتدائي وضلع نهائي. كبر الموضوع شوية وبدأ يقول لحضرتك في حاجة اسمها الزاوية الموجهة
في الوضع القياسي. ايه الزاويه الموجهه في الوضع القياسي دي يا غالي؟ قال لك والله فاكر كان ايه الريفرنس بتاعنا زمان ايام المتجهات لما كنا بناخد الزاويه القطبيه؟ كنت بقول لحضرتك انا محتاج رصيف انسب ليه الزاويه بتاعه المتجه عشان اقول المتجه ده مايل او مش مايل. كنا بنختار الجزء الموجب لمحور السينات. عاده ما بنختار الجزء الموجب لمحور السينات يبقى هو الريفرنس بتاعنا، المرجع بتاعنا. فالراجل هنا عمل كده، عمل ايه يا غالي؟ قال لك والله اي زاويه موجهه انا خلاص بقيت عارفها، ليها ضلع ابتدائي وليها ضلع نهائي وليها راس زاويه. ان تميزت تماما هذه الزاويه بان الضلع الابتدائي هو الجزء الموجب لمحور السينات وراس الزاويه هي نقطه الاصل واو، والضلع النهائي يبقى موجود في اي حته، ده كده النهائي اي حته، تسمى هذه الزاويه هي عباره عن زاويه موجهه ولكن في الوضع القياسي. ايه اللي يخليها في الوضع القياسي؟ ان الضلع الابتدائي بتاعها يبقى هو الجزء الموجب لمحور وراس الزاويه تكون نقطه، ماليش دعوه بقى الضلع النهائي يبقى مرمي فين، يبقى مرمي في اي حته يا عم، مش قضيتي ومش قصتي تماما. حد عنده مشكله مع الكلام ده لحد دلوقتي؟ حلو وهايل وزي الالماس. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان الراجل بدا يدرس شويه حاجات عن الزوايا وعن النسب المثلثيه كمان من خلال حاجه كده بسيطه اسمها دايره الوحده. ايه دايره الوحده دي؟ قال لك اسمع التعريف الاول. دائره الوحده هي دايره مركزها نقطه الاصل وطول نصف قطرها هيكون بيساوي الواحد. فاكر متجه الوحده ده كان معاره بكام؟ كان مميز قوي. دايره الوحده هيكون طول نصف قطرها بواحد، بس يكون مركزها هو عباره عن نقطه الاصل، مركزها نقطه. هتصحى لي بقى كده وتركز معايا عشان الحته دي اهم واخطر ما يكون. صلي بينا على النبي. تعالى يا عم نقول ان دي دايره الوحده اللي هيكون مركزها نقطه الاصل وطول نصف قطرها الواحد الصحيح، فده المركز بتاعها يا عم اللي هو الصفر وصفر. النق ده بكام؟ بواحد. طب لو مديت من هنا لهنا كده عملت شعاع. من نقطة الأصل لحد نقطة تقاطع هذا الشعاع يبقى بكام؟ بواحد. جميل وهايل وممتاز. أنا عايز أجيب معادلة الأول لدايرة الوحدة. معلش اسمعني. بص يا غالي. في كام نقطة على الدايرة دي؟ عدد لا نهائي. صح ولا غلطان؟ ده تعريف الدايرة حتى يا راجل يا طيب. عدد لا نهائي من النقط تقع على بعدا ثابتا من نقطة ثابتة. تسمى مركز الدايرة. كل ده عدد لا نهائي من النقط. تقدر تميز لي نقطة منهم؟ لا، فهي نقط متغيرة، كل ما اتحركت كده كل ما الإحداثيات بتاعت النقط دي حصل لها إيه؟ اتغيرت. فقال لك والله بفرض نقطة هنا على دايرة الوحدة هي س وص. النقطة دي هي نقطة تقاطع الضلع النهائي لزاوية موجهة في الوضع القياسي مع دايرة الوحدة. فين الزاوية؟ قال لك الزاوية أهي. حلو. هنعمل إيه بالنقطة دي يا ابن عمي؟ قال لك ركز معايا بقى بعد إذنك. هو انت عشان توصل لحد النقطة دي هتمشي ايه؟ من نقطة الأصل هتمشي سين وهتمشي سين وهتمشي يعني الحتة دي كده سين والحتة دي كده ايه؟ ركز بقى. ايه رأي حضرتك لو عايز تجيب الجا ثيتا؟ مش احنا اتفقنا ان الجا مقابل على وتر؟ مش ده مثلث قائم؟ وتره بكام؟ انت يا ابو كام؟ معايا؟ الوتر هنا بكام؟ واحد الواحد في قلبك كده واصحى معايا. فانت عشان تجيب الجا هتقول مقابل على وتر يعني صاد على اللي هي بايه؟ طب وعشان تجيب الجتا هتقول مجاور على وتر يعني سين على واحد اللي هي بايه؟ طب ويا عم عشان تجيب الظا هتقول مقابل على مجاور اللي هي صاد على. اول انك تقولها جا على جتا اتس اب تو يو اتس نوت ماي بيزنس. انت معايا ولا مع الاسف؟ طب ده كده يا مستر انا اقدر اشيل السين بنت الكلب دي واحط مكانها الجا ثيتا، واقدر اشيل الصاد دي واحط مكانها جتا ثيتا، اقدر اشيل السين واحط جاسيت او جتا معذره، اشيل السين واحط جتا واشيل الصاد واحط يعني النقطه دي يا مستر بالنسبه لي دلوقتي هي عباره عن جتا ثيتا وجا. حلو وهايل وممتاز وزي الالماس. ده الراجل قال لك انت لو عايز تجيب النسب المثلثيه لاي زاويه موجهه في الوضع القياسي شوف الضلع النهائي بتاعها بيتقاطع مع دايرة الوحدة في أي نقطة. خد إحداثيات النقطة بتاعتك دي ويكون الإحداث السيني بيمثل جيب تمام الزاوية يعني يمثل الجتا بتاعها، والإحداث الصادي يمثل جيب الزاوية يعني يمثل الإيه؟
الجبتع يمثل ايه يابا؟ حلو وهايل وممتاز وزي الالماز. واستنتجنا الكلام ده بطريقه بسيطه. طب ده هيودينا لفين وهينفعنا بايه وايه اللي هيحصل؟ هينفعنا في استنتاج شويه حاجات. اول الحاجات دي هتصلي بينا على النبي. ايه رايك لو في زاويه هنا ضلعها النهائي منطبق على الجزء الموجب لمحور السناد؟ الزاويه دي كويسه هيبقى بيه صفر صح؟ عادي، ضلع الابتدائي اهو والضلع النهائي اهو، فالزاويه بينهم بايه؟ بصفر. طب لو راحت لحد هنا الجزء الموجب لمحور الصادات، طب وهنا؟ طب وهنا؟ 270. طب وصلنا لحد هنا 360. هايل وممتاز ورائع. الراجل بدا يصنف الزوايا بتاعته لزوايا حاده ومنفرجه ومنعكسه وخلافه، صح؟ ايه رايك ان اي زاويه من 0 ل 90 بس ما تكونش بصفر وما تكونش ب 90، بين الصفر وال 90 انا كنت بقول عليها زاويه حاده، صح؟ بالبلدي دلوقتي ما بقاش يلزمنا بقى موضوع حاده ومنفرجه، ده احنا هنقول عليها زاويه بتنتمي للربع الاول، زاويه بتنتمي للربع. طب ومن 90 ل 180 الربع الايه؟ الثاني. ثانك يو مان. ومن 180 ل 270، 270 ل 360. خلاص بقى مستر يا شغلنا ولا ايه؟ ما الموضوع دارس نفسه وخلاص، احنا فاهمين حضرتك بتقول ايه. اصحالي بقى، اصحالي بينا على النبي. بص يا غالي، ايه رايك في التسعين؟ هي بتنتمي للربع الاول او الثاني؟ بص الراجل عمل لي كده. طب ال 180 لا ثاني ولا ثالث. طب ال 270 حصل عليهم خناقه، الراجل قال لك احنا هنسميهم زوايا رباعيه اي تفصل الارباع عن بعضها. يبقى عندك ال 90 وال 180 وال 270 وكمان ال 360 هنقول عليهم زوايا ايه؟ رباعيه. زوايا ايه؟ يبقى اي زاويه بتنتمي للربع الاول هنقدر نقول انه ثيتا اكبر من الصفر بس اصغر من. طب وهنا ثيتا اكبر من 90 بس اصغر من. طب وهنا ثيتا هنقول انها اكبر من ال 180 بس اصغر من. طب وهنا ثيتا هنقول انها اكبر من ال 270 بس اصغر من. سعيد ومسعد واللي يصلي على النبي يسعد. هتعمل ايه برضه انت عايز تودينا لفين؟ عايز اوديك لحته صغيره، ما تصلي بينا على النبي. قال لك اي زاويه في الربع الاول الجا بتاعها هيكون موجب والجتا موجب والظا موجب والمقلوبات تتبع النسب. يعني القا موجب والقطا موجب والظتا موجب. ليه؟ ما فاهمش، ما خبرش، ما عرفش. بقول لك يا ابن عمي، هو مش دلوقتي السين تمثل جتا والصاد تمثل؟ هو هنا في الربع الاول مش السين موجب والصاد موجب؟ الله، يعني الجتا تبقى موجب والجا تبقى هي الظبط. تيجي ازاي؟ مش اسمتهم، مش اسمه الاثنين لما تقسم موجب على موجب يطلع مع حضرتك ايه؟ لذلك زمان وانت بومبينو صغير في اولى ثانوي كان الراجل يقول لحضرتك ايه؟ ان هنا كل النسب المثلثيه ايه؟ موجبه كلهم والمقلوبات تتبع النسب. ما دام الجا موجبه يبقى المقلوب بتاع عمله يا موجب والمقلوب بتاع الجا هو الايه؟ القطع. حصل؟ طب هنا، هنا اي نقطه هيكون السين بتاعها ايه؟ والصاد بتاعها مش الصاد يمثل الجا؟ يعني الجا مستر هي اللي هتبقى ايه؟ موجبه، بينما الجتا هتبقى سالبه. طب الظا مش اسمتهم موجب على سالب يطلع ايه؟ الله، يعني مفيش غير الجا هي اللي ايه؟ والقطا برضه، ما المقلوبات تتبع النسب، خد القطا معاك. طب وهنا؟ قال لي مستر ده سالب وده سالب، يعني الجا تبقى سالبه والجتا تبقى اسمتهم هو اللي هيبقى سالب على سالب، يبقى موجب مين؟ اسمتهم يا ابن عمي الظا. يعني هنا اقدر اقول ان الظا موجبه. طب والظا بنت كلب مش المقلوبات تتبع النسب؟ طب والاخت هنا؟ قال لي مستر هنا السين موجب والصاد سالب، يبقى ما فيش غير الجتا هي اللي ايه؟ موجبه. يبقى الجتا ثيتا هنا هتكون ايه؟ طب والقا المقلوبات تتبع النسب والباقي هيبقى سالب. دي الحدوته اللي كانوا زمان بيقول لك عليها ايه؟ كل جبار بتنجنط. سيبها، الموضوع منتهي. حضرتك كنت حافظها كده، كل جا ظا جتا، صح؟ انت فهمتها دلوقتي؟
فهمت ليه موجب وليه سالب وليه وخلافه؟ فهمت يابا؟ احفظ. ما عنديش مشكله انك تكون حافظ، في حاجات كده كده انت هتحفظها، ولكن افهمها الاول عشان ما تقعدش تغني، عشان لما تنسى حاجه تبقى فاهم هي جايه منين، قوم تعرف المعلومه على طول، لو انت نسيتها تقدر تستنتج معلومتك ما تعطلش. كلام سليم. خلاص عرفنا مستر، وعرفنا اشارات النسب المثلثيه، وعرفنا كل حاجه حضرتك عايز تقولها. ايه تاني عايز تقوله لي؟ هقول لك. شايف النقطه دي؟ ايه رايك ان النقطه دي مش ده بواحد؟ ده بايه؟ واحد الواحد. مش النقطه دي نقدر نقول عليها واحد وصفر؟ اصل دي نقطه تقاطع الشعاده مع دايره الوحده، والنق ده بواحد يا غالي، يعني لحد هنا انا مشيت على السينات واحد وعلى الصادات ايه؟ طب والنقطه بنت الكلب دي مش صفر وواحد؟ طب والنقطه الاخت دي مش بسالب واحد وصفر؟ طب والنقطه دي كمان يا غالي مش بصفر وسالب واحد؟ سعيد ومسعد واللي يصلي على النبي يسلم. مش الزاويه هنا بصفر؟ هو الجاي يمثل الصاد والجتا تمثل السين. هي الجتا صفر بايه؟ بواحد. الجتا صفر بايه؟ طب والجا صفر؟ بصفر. طب والظا صفر؟ هتقول صاد على سين، يعني صفر على واحد اللي هو بايه؟ بصفر. مش انت حافظهم كده؟ ان كنت حافظهم انت بتمسك الاله تروح تجيبهم، ولكن دي طريقه اسرع لتذكرهم. طب هنا مين ده؟ مش ده الجتا؟ ما هي الجتا 90 بصفر على فكره. طب والجا 90؟ طب والظا 90 واحد على صفر اللي هو غير معرف، ده غير ايه؟ طب وهنا حماد؟ هي الجتا 180 بايه؟ قال لك بسالب واحد. طب والجا 180 بصفر. طب والظا 180 بصفر، صفر على سالب واحد يطلع بصفر، كذلك الامر هنا. الجتا 270 بيساوي صفر، والجا 270 بيساوي سالب واحد، والقسمه بتاعتهم يبقى الظا 270 بيساوي ايه؟ غير معرف، دي حاجه غير معرف. طب بقول لك ايه؟ الظا 270 بصفر. بصفر يا بيه، ما هو المقلوب هيبقى السين على الصا، يعني تقول صفر على سالب واحد اللي هو يطلع بصفر. كذلك الامر لو وصلت لحد ال 360 فانت كانك رجعت لحد الايه؟ حتى كان بيقول لك في حاجه اسمها الزوايا المتكافئه، اي زاويه تجمع عليها 360 درجه يديك زاويه مكافئه لها، يعني الزاويه 30 تكافئ ال 390، 60 تكافئ ال 420، اي زاويه في الدنيا تضيف عليها دوره كامله اللي هي 360 درجه يديك زاويه مكافئه لها، تطرح منها دوره كامله يديك زاويه برضه مكافئه، تجمع عليها عدد من الدورات يديك زاويه مكافئه لها. لذلك بنقول حتى ان الصفر بيكافئ ال 300 وايه؟ اصل الصفر لو ضفت عليه 360 يعني دوره كامله يديني ايه؟ زاويه مكافئه لي، وال 360 لو طرحت منها دوره كامله يديني صفر اللي هو زاويه مكافئه لا. خلاص يا مستر فهمنا الجزئيه اللي حضرتك عايز تتكلم فيها دي. ايه تاني برضه عايز تقوله؟ عايز اقول الاتي. ما تصلي بينا على النبي. انا عايز اجيب معادله دايره الوحده بنت الكلب دي. معادله دائره الوحده. قال لك والله معادله دايره انا كنت دارسها في ثانيه ثانوي اصلا. كنت بجيبها ازاي؟ قال لك عن طريق ايجاد النق. اجيب النق منين؟ قال لك والله اي نقطه على الدايره هتبقى عباره عن س وص، والمركز بتاعك هو عباره عن صفر وصفر. قوم لما حضرتك تحب تجيب طول نصف القطر بتجيبه ازاي؟ قال البعد من المركز واي نقطه على الدايره. يديني طول نصف قطرها ولا لا؟ اذا انا عايز اجيب البعد بين نقطتين. هاو تو جيت ذا بعد بين نقطتين. كنت بقول الجذر التربيعي، الفرق السينات تربيع زائد فرق الصادات. خلاص يا مستر، يعني لو حضرتك جبت البعد بين النقطتين دول اللي هو هيمثل النق هيبقى الجذر التربيعي، الفرق السينات تربيع يعني س ناقص صفر الكل تربيع زائد فرق الصادات تربيع يبقى ص ناقص صفر الكل. مش دي دايره وحده؟ نقاب يا ابن عمي. طب ما تيجي نربع الطرفين، هيجرى ايه؟ ولا يجرى اي حاجه. الواحد تربيع عندكم في البلد بايه؟ وعندنا برضه، والجذر يمشي صح؟ طب هنا مش ده يطلع س تربيع؟ واللي جنبه ده يطلع ايه؟ يبقى س تربيع زائد ص تربيع بيساوي واحد الواحد. بعد ما جبت دايره الوحده، فاكر انا كنت بقول ايه؟ كنت بقول ان اي س على دايره الوحده تمثل الجتا بتاعت ايه؟ بتاعت الزاويه الموجهه للشعاع النهائي والقصه الجميله دي كلها، صح؟ يعني انت ينفع تشيل الس وتحط مكانها، وتشيل الصاد وتحط مكانها. الله 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 الله. يعني ينتج عندنا بوضع س بتساوي جتا ثيتا وص بيساوي جتا ثيتا، قوم ينتج عند حضرتك حاجه رايقه قوي، انه جتا تربيع ثيتا زائد جتا تربيع الكلام ده بيساوي ايه؟ واحد الواحد. هي دي القاعده مصر اللي انا كنت حافظها من زمان؟ اه فهمتها؟ فهمت جايه منين يا دنايا؟
ان الاول السين كانت بتساوي جتا من الحته دي والصاد بتساوي جاء ثم عوضت في دايره الوحده. فهمت؟ احفظها عشان هتعوزها وانت بتحل مش هتستنتجها، هتستخدمها على طول. كلام سليم؟ ايه تاني يا مستر عايز تقول؟ عايز اقول بقى على حاجه رايقه قوي 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 قوي. ايه؟ حاجه اسمها الزوايا المنتسبه. الزوايا الايه؟ ايه الزوايا المنتسبه دي؟ بص يا غالي، لو حضرتك فاكر لما كان بيقول لك في اولى ثانوي ايه هو الجا 180 ناقص الزاويه بيساوي ايه، كنت بتقول لي جا نفس الزاويه. طب الجتا 180 ناقص، كنت بتقول لي سالب جتا. طب الظا 180 ناقص، كنت بتقول لي سالب ظا. ما فاكرش، ما خبرش، ما عرفش، عشان انت كنت حافظها كده. افهم الحته دي انت بتجيبها ازاي، وانت هتقدر بدماغك على طول تستنتج بدون حفظ، هتقدر في ثانيه الا ثانيه تستنتج الموضوع. اعلمك طريقه، صلي بينا على النبي. انت عندك حاجتين بيغيروا، ال 360 وال 180، ودول يا غالي بيعملوا تغيير إشارة فقط، وعلى حسب الربع. يعني ايه؟ بص يا مان، لو انا قلت لحضرتك 180 ناقص الزاوية، ده معناه انك رايح فين؟ رايح للربع الثاني. اشمعنى؟ ما الزاوية دي ب 180 ودي ب 90 ودي ب 270 ودي ب 360، صح؟ لما اقول لك 180 ناقص الزاويه، يبقى انت كانك طرحت من ال 180 زاويه، فانت رجعت للربع الايه؟ تاني. طب ولما اقول لك 180 زائد زاويه؟ رحت للربع التالت. طب ولما اقول لك 360 ناقص زاويه؟ يبقى انت رايح للربع الرابع. بالمناسبه دي هي اللي تكافئ سالب ثيتا. اشمعنى؟ 360 ناقص زاويه مش لو طرحت منها دوره كامله يديك زاويه مكافاه، لا، 360 ناقص ثيتا لما تطرح منها 360 يطلع معاك بايه؟ بسالب ثيتا. فهي تكافئ السالب ثيتا. حلو يا غالي؟ لما اجي اقول لك بقى جه 180 ناقص زاويه، هتعمل الاتي. اول حاجه تبص عليها، انت معاك ايه؟ 180، دي بتغير الاشاره، صح؟ انت بتقول 180 ناقص زاويه، تبقى رايح على الربع الكام؟ الثاني. رايح على الربع الكام؟ تبص يا باشا على النسبه اللي معاك، مش انت بتتكلم في جه هي الجمله في الربع الثاني؟ رايحه على بيتها، ما تتغيرش اشارتها، يعني تظل كما هي جا ثيتا، تظل كما هي ايه؟ حلو. طب لو قلت يا مستر جتا 180 ناقص الزاويه، 180 ناقص انا رايح على الربع الثاني، هي الجتا مالها في الربع الثاني؟ خارجه من بيتها، هتتغير اشارتها، تبقى سالب جتا ثيتا. طب بقول لك ايه شفهيا كده؟ ظا 180 ناقص الزاويه سالب ظا ثيتا، ظا 180 ناقص الزاويه ليه؟ 180 ناقص ابقى رايح على الربع الثاني، والظا مالها في الربع الثاني؟ سالبه، يبقى تعكس اشارتها. يبقى لو حضرتك يا مستر قلت لي ظا 180 ناقص ثيتا، الكلام ده بسالب ظا ثيتا، بسالب ظا ايه؟ طب مين هيقول لي لو عايز اجيب جا 360 ناقص ثيتا؟ 360 ناقص ثيتا انا رايح على الربع ليه؟ الربع 360 ناقص ثيتا؟ 360 ناقص، النبي يا ابني انا تعبان. 360 ناقص ثيتا، لما اقول لك انا عايز جا 360 ناقص ثيتا، انت كده راجع على الربع الكام؟ الرابع. الجمل ها سالبه، يطلع سالب جا ثيتا، يطلع سالب جا. طب ايه رايك لو قلت لك ك 360 ناقص ثيتا؟ تقول لي يا مستر ما انت لسه قايل لي من شويه ان المقلوبات بتتبع النسب، المقلوبات بتتبع، يعني انا هدور الك دي مقلوب مين؟ جتا. كانك بتقول جتا 360 ناقص ثيتا، 360 ناقص انت رايح على الربع الايه؟ والجتا مالها في الربع الرابع؟ مجابه يا ابني، الجتا مالها في الربع الرابع؟ مجابه، يبقى ما تتغيرش اشارتها، لذا فك 360 ناقص ثيتا تظل كما هي كا ثيتا، تظل كما هي. طب لو قلت كا 360 ناقص ثيتا، ادي مقلوب الجا والجا سالبه في الربع الرابع، يبقى سالب كا ثيتا، تبقى سالب كا ايه؟ تتعكس اشارتها. في حد عنده مشكله مع الكلام ده؟ طب في زاويتين ربعيتين تانيين، ايه هم؟ قال لك يا باشا ال 90 وال 270.
الاثنين دول بيعملوا تحتها لمؤاخذه وتغيير اشاره. بيتهتهوا ويغيروا في الايه؟ يعني ايه تهتهوا؟ ايه اللي حضرتك بتقوله ده يا مستر؟ طب اسمعني الاول. مش دي ال 90 اللي هي بتكافئ باي على الاثنين بالتقدير الدائري ها؟ وال 180 بتكافئ ايه؟ طب ودي بتكافئ 3 باي على؟ طب ودي بتكافئ 2 ايه؟ حلو. لو انت راجع على الربع الاول هتقول ايه؟ 90 ناقص ثيتا صح؟ طب رايح للربع الثاني 90 زائد ثيتا، لو انا مسميها ثيتا يا عم. مش دي 270؟ يبقى ده 270 ناقص. طب وده 270 زائد وماله يا ضناي اللي انت شايفه؟ ما تصلي بينا على النبي كمان مره. تعالى بقى غالي نشوف ايه موضوع التهتهه ده. قال لك والله يا ابن عمي لو انا قلت لك ج 90 ناقص ثيتا، مبدئيا دي 90 بالتهته وتغير اشاره بس على حسب الربع فيما معناه. 90 ناقص ثيتا انت رايح للربع كله موجب صح؟ يبقى تقلب لجتا ثيتا، موجب جتا ثيتا. طب يا مستر حضرتك عايز تقول انه جتا 90 ناقص ثيتا ايضا بتساوي جا ثيتا؟ اه، عشان الجتا موجبه ايضا في الربع الاول. طب ظا 90 ناقص ثيتا تبقى ظا تا ثيتا. طب بقول لك ايه؟ جا 90 زائد ثيتا بجتا ثيتا. اشمعنى 90 زائد انت رايح على الربع؟ ايه الجمله في الربع الثاني؟ يبقى تتغير اشارتها؟ تظل كما هي اشارتها بس هتقلب لجتا، هتتهته. ها؟ طب يا عم خد الجتا. جتا 90 زائد ثيتا يبقى سالب جا ثيتا عشان رايح للربع الثاني والجتا فيه مالها. طب اسالك سؤال شفهي. جا 270 ناقص ثيتا. 270 ناقص يبقى انا رايح على الربع والجمله في الربع الثالث وال 270 بالتهتة صح؟ يبقى سالب جتا ثيتا. طب جتا 270 ناقص ثيتا بسالب جا ثيتا. طب ظا 270 ناقص ثيتا بموجب ظا ثيتا، موجب ظا. طب جا 270 زائد ثيتا. جا 270 زائد ثيتا تبقى رايح على الربع والجمله في الربع الرابع وال 270 بالتهتة يبقى سالب جتا ثيتا. طب جتا 270 زائد ثيتا موجب جا ثيتا. ليه؟ عشان بقول جتا ورايح على الربع الرابع والجتا مالها في الربع الرابع موجبه. طب ظا 270 زائد ثيتا سالب ظا ثيتا. طب كام 270 زائد ثيتا؟ يبقى موجب كتا ثيتا عشان دي مقلوب مين؟ الجتا ورايحه على الربع الرابع يعني رايحه على بيتها. هتتغير اشارتها يا ابني؟ شكر الله وسع من سع. تقدر دلوقتي حضرتك تعمل لي اي زاويه منتسبه ولا لا؟ عن طريق الاتي الخص لك الموضوع. بتبص تشوف انت بتقول 180 ناقص 180 زائد او 360 ناقص او 360 زائد، بتتكلم في 180 و360 ولا 90 و270؟ 180 و360 يبقى هتغير اشارات بس وعلى حسب الربع. على حسب ايه؟ تحدد 180 ناقص يبقى انت رايح للربع الثاني، تشوف النسبه المثلثيه اللي انت بتجيبها اشارتها عامله ازاي في الربع الثاني. موجبه ما غيرش، سالبه اغير. طب ولو بتعامل مع 90 او 270 تتهته وتغير اشاره على حسب الربع. وتشوف انت بتعمل ازاي، 90 ناقص ربع اول، 90 زائد 270 ناقص 270 زائد. في حد عنده مشكلة مع الكلام ده؟ طب أنا عندي سؤال، هو منين جه الكلام ده؟ طب سيف ذا أرض وتعالى هشرح لك بس حتة بتاعت ال 180 تقنع دماغك فقط ليس إلا. حتة صغيرة بس للإقناع، الحتة بتاعت يعني خلينا في ال 90 ناقص، باعتبار إن دي من أقرب الحاجات. مش إحنا قلنا إن جا 90 ناقص ثيتا بيساوي جتا ثيتا؟ والجتا 90 ناقص ثيتا بيساوي جا ثيتا؟ والظا 90 ناقص ثيتا بيساوي ظا ثيتا؟ تعالى نقتنع بالحتة دي. صلي بينا على النبي. بص يا غالي، ما دام بقول 90 ناقص فانا موجود في الربع الاول بفرض ان ده شعاع ضلع نهائي لزاويه ما، نقطه تقاطعه مع دايره الوحده اهي. النقطه دي هي عباره عن جتا ثيتا و جا ثيتا، جتا ثيتا و، يعني السين بتاعنا هو الجتا والصاد بتاعنا هو، بس ده للزاويه دي. لمين؟ حلو.
مش ده سين وده ايه؟ حلو. هبدا انا بقى امسح النص دايره ده، سيبك منه. ايه رايك في الزاويه دي؟ مش دي 90 ناقص ثيتا حماده؟ مش لو ده بسين يبقى ده بنفس قيمه السين، ولو ده بصاد يبقى ده بنفس قيمه الصاد؟ حصل ولا انا غلطان؟ هنا الجا ثيتا بيساوي صاد، والجتا ثيتا. طب هنا الجا 90 ناقص ثيتا، مش الضلع ده كده بواحد؟ صح ولا مش ده كده نقطة تقاطع مع دايرة الوحدة؟ يبقى طول الضلع ده بإيه؟ اصحى. جا 90 ناقص ثيتا اللي هو جا الزاوية دي، مش بيساوي مقابل على وتر؟ مش ده السين؟ مش ده هو ده؟ يبقى سين على كام؟ الله، حضرتك عايز تقول ان جا 90 ناقص ثيتا بيساوي السين اللي هي عباره عن جتا ثيتا؟ اه صح ولا غلطان؟ ما هو مش جا 90 ناقص ثيتا طلع بيساوي سين؟ طب مين السين؟ مش هو كان جتا ثيتا؟ يعني جا 90 ناقص ثيتا بيساوي جتا ثيتا، جا 90 ناقص ثيتا بيساوي جتا. طب تاني، ما تيجي يا عم نجيب الجتا 90 ناقص ثيتا. الله مستر، ما هو الجتا يساوي مجاور اللي هو بصاد على وتر اللي هو بكام؟ يعني يطلع بصاد. الله، هو مش الصاد دي كانت بتساوي جا ثيتا؟ يعني حضرتك عايز تقول دلوقتي انه جا 90 ناقص ثيتا الكلام ده بيساوي نفس الجا ثيتا، نفس الجا ايه؟ خلاص اثبتناه وعرفناه، فصارت قاعده تستخدم على الدوام بلا اثبات. جا 90 ناقص ثيتا بجتا ثيتا، جتا 90 ناقص ثيتا بجا ثيتا. حتى انت تلاحظ برضو لو هنعمل ده عدديا، لو حطينا الثيتا هنا يا عم ب 60 درجة، جا 90 ناقص 60 يعني جا 30 صح؟ بنص. مش الثيتا ب 60؟ الجتا 60 أيضا بكام؟ بنص. فجا 90 ناقص زاوية بيساوي جتا نفس الزاوية. وكمان الراجل حط لك قاعدة صغيرة هنا، قال لك أي زاويتين مجموعهم 90 درجة جا الأولى بيساوي جتا الثانية، جا الأولى بيساوي جتا يعني الجتا 30 بتساوي جتا 60. الجا 45 هي الجتا 45، كل منهما بيساوي، كل منهما بيساوي جذر 2 على 2. يا دي الفضيحة يا فضيحتي. جا 45 بجذر 2 على 2، والجتا 45 بجذر 2 على 2 أيضا، كلام سليم؟ طب الجا 1 هو جتا 9، جتا 89 صح؟ الجا 2 هو جتا 88، المهم يكون مجموعهم كام؟ 90 درجة. في حد عنده مشكلة مع الكلام ده؟ كذلك الجا برضو 180 ناقص والكلام ده استنتجناه بطرق مشابهة لذلك، أنا بس بعمل لحضرتك ده جاست لإقناع دماغك بالقاعدة اللي أنت هتستخدمها. حلوة غالي؟ خلصنا مستر وفرغنا من مثل هذه الحدوتة. عايز تكلمني عن إيه تاني بقى؟ أنا كده أعتبر خلصت قصة أولى ثانوي. عايز أكلمك عن قصة تانية ثانوي. ألا وهي، قال لك والله في حاجة اسمها متطابقات الدوال المثلثية. إيه المتطابقات دي؟ بص يا نجم، لو أنا قلت لك 2 س بيساوي 6، المنظر ده عبارة عن معادلة تتحقق لقيمة وحيدة لس. المعادلة دي تتحقق لما الس بكام؟ فقط لما الس بكام؟ طب يا عم لو أنا قلت لك س تربيع بيساوي 9، موجب أو سالب 3، يبقى دي بتتحقق لقيمتين، الأولانية بتتحقق لقيمة. قال لك والله لو عندك طرفي متساوية يتحققان لمجموعة محددة من القيم تسمى معادلة، تسمى إيه؟ معادلة. ولكن لما تيجي حضرتك هنا تقول لي جا تربيع س زي الجتا تربيع س اللي احنا استنتجناها من شوية هنا وكانت بتساوي 1، قال لك والله أي قيمة لس هتحقق الكلام ده. يعني لو حطيت س ب 50 جا تربيع 50 زي الجتا تربيع 50 هيطلع برضه بواحد. حطيت س ب 60 جا تربيع 60 زي الجتا تربيع 60 هيساوي 1، حطيتها بصفر شغال، حطيتها بسالب مليون شغال، ما عندكش أي مشكلة، لذا تسمى متطابقة. تسمى إيه؟ عندنا بقى شوية متطابقات للدوال المثلثية هندرسها مع بعض وهتساعدنا في الاختصار وفي الشغل في اشتقاق الدوال المثلثية، فعايزك تركز معايا فيهم.
بدأنا الموضوع من حيث أتت الجا تربيع زي الجا تربيع. وتطبقات الدوال المثلثية. أول حاجة خالص كانت إيه؟ جا تربيع سين زي الجتا تربيع بيساوي كام؟ قال لك يا باشا ده احنا هنطلع منه بقوانين. يا راجل بجد؟ ازاي بقى؟ قال لك بص الابداع، لو عايز تجيب الجتا تربيع لوحدها هتقول واحد ناقص جتا تربيع. اوه ما تهزرش بجد؟ انت وديت حاجه بعكس الاشاره صح؟ في ابداع في اللي انا عملته ده. طب يا عم ما تقوليش يا عم، لو عايز تجيب الجتا تربيع الموضوع منتهي بيه. فهي قاعده بتطلع منها شويه حاجات، كلام سليم؟ فما تبقاش بتحفظ كل حاجه، خلاص هي قاعده اساسيه طلع منها اللي انت عايزه بقى بعد كده. جيت انا وانا قاعد في الغيط نونوت معايا ان انا اقسم طرفي المعادله دي على جتا تربيع س، طرفي هذه المتطابقه. انت ليك عندي حاجه يا عم عشان اقسم الطرفين؟ طلع ناتج يابا. قال له الله يا مستر، هو الجا تربيع على جتا تربيع مش بيساوي ذا تربيع؟ امال. طب وجتا تربيع على جتا تربيع مش يساوي واحد؟ حصل. وواحد على جتا تربيع يعني مقلوب الجتا تربيع اللي هو بقا تربيع. الله ربي، يعني طلع عندي قاعده ثانيه بتربط بين الذا تربيع والقا تربيع، الواحد زي الذا تربيع بيساوي قا. طب بقول لك ايه، تعرف تطلع منها شويه قوانين؟ اعرف جدا، اعرف خالص. ما خلاص بقى، ما هي لمت كل اللي يمسك قاعده يطلع لي منها شويه حاجات. ما انا اقدر يا مستر اقول ان ذا تربيع س بيساوي ق تربيع س ناقص واحد، صح؟ انت اسمك ايه؟ زياد. طلع لي قاعده من هنا زياد ثانيه. يا عم ود اي حاجه بعكس الاشاره لاي حاجه هتطلع قاعده. جدع يا زياد. قال له مستر ق تربيع ناقص ذا تربيع ق تربيع س ناقص ذا تربيع س ناقص واحد بيساوي واحد، صح؟ انا وديت دي بس بعكس الاشاره. طب منين يا زياد؟ ايه؟ زياد حدايق القبه عشان بس نحفظ لك حقوقك. خلاص مصر يعني بقى. انت عايز تقول لي ان انا ما احفظش القواعد جاست ابقى عارف القاعده الاساسيه واطلع منها اللي انا عايزه، صح؟ اه هو ده الهدف اللي انا عايز اوصله لحضرتك. اتس اوكي، اتس اوكي مان، اوكي. جيت انا بقى وانا قاعد في الغيط زياد عدى عليا وقال لي هو مستر انت اشمعنى هنا يعني قسمت على جتا تربيع؟ هو يعني هيجرى حاجه لو كنا قسمنا على جتا تربيع؟ اقول له لا والله. قال لي طب ما تقسم يا عم الطرفين على جتا تربيع بس القاعده الاساسيه. قال لك بسيط، هو جتا تربيع على جتا تربيع؟ جتا تربيع على جتا تربيع بايه؟ وحد الواحد. طب وجتا تربيع على جتا تربيع مش جتا على جب زطا؟ يبقى جتا تربيع على جتا تربيع بايه؟ تربيع. طب واحد على جتا تربيع مش بيساوي قطا تربيع؟ الله ربي، وادي قاعده ثالثه يا مستر. هو مش القطه تربيع ناقص واحد يساوي زوطه تربيع؟ اه مستر. هو مش القطه تربيع ناقص زوطه تربيع يساوي واحد؟ اه. وحد الواحد في قلبك بقى، مش عرفت القاعده؟ ما تاكلش دماغي بقى. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ ما حدش؟ ما شاء الله عليكم. الكلام ده يا باشا لحد ما كنا موجودين فين؟ لا في اولى ثانوي. ده كده يا بيه انت كنت في اولى ثانوي حساب مثلثات. حلو. صعدنا الموضوع طلعنا تانية ثانوي اتكلمنا في حساب مثلثات ترم تاني عن ما يسمى مجموع وفرق زاويتين يا ألفت. النسب المثلثية لمجموع وفرق زاويتين ازاي؟ قال لك لدينا زاويتان س وص. لو حضرتك عايز تجيب جا س زائد ص او جا س ناقص ص، في قاعده بتقول الاتي واستنتجناها، انا ما صحيتش من النوم لقيتها تحت المخده.
بتقول لك جا جتا يعني جا سين جتا صاد، جتا جا يعني جتا سين جا صاد. بس بص يا غالي، لو هنا مجموع الزاويتين فهنا مجموع المقدارين، طب ولو هنا طرح الزاويتين فهنا طرح المقدارين. بمعنى جا سين زائد صاد بجا سين جتا صاد زائد جتا سين جا صاد. طب جا سين ناقص صاد جا سين جتا صاد ناقص جتا سين جا صاد. حلو يا غالي؟ قال لك طب والجتا وحشه؟ قال لك برضو عندنا جتا سين وصاد، بس ده بيساوي جتا جتا جا جا. بس ده فيه مشكله بقى صغيره. ايه هي؟ لو هنا مجموع يبقى هنا فرق، ولو هنا فرق يبقى هنا مجموع. حلو يابا؟ يعني جتا سين زائد صاد بجتا سين جتا صاد ناقص جا سين جا الظب. انت كلب، انت تحبش الظب؟ انا احبها. قال لك يا عم الظو كمان ليها قاعده. قال لك ظو سين وصاد، شوف عايز تجيب مجموعهم ولا فرقهم، المهم ان الثابت في الموضوع هيبقى عامل كده، ظو سين وظو صاد، وتحت واحد ظو سين في ظو صاد، انما اللي فوق ده هيبقى مجموع او فرق على حسب ايه. قال لك والله لو قلت هنا موجب يبقى هنا ايضا موجب، بس تحت ايه؟ لو قلت هنا سالب يبقى فوق برضه سالب، بس تحت ايه؟ يعني فوق زي وتحت عكس، فوق زي وتحت. حلو وهايل وممتاز وزي الالماظ. وايش استفادت الامه من هذا؟ انت لسه ما بتعرفش اشتق الجا ولا الجتا صح؟ ولا الظا ولا الظتا ولا القا ولا. انا هعتبرك بتعرف، هعتبرك لحد دلوقتي بت ايه؟ وانت اعتبر نفسك بتعرف، مش انا بعرف؟ بالدنيا وما فيها خلاص، ما تشغلش بالك. انا هوريك مثال لو اتزنقت فيه وانت ما تعرفش دول هتتسحل سحله سودا. حلو يا غالي؟ والمثال ده قدام كمان مش في الدرس بتاع النهارده. لو انا جيت قلت لحضرتك اذا كان ج س ج ص زائد ج ت س ج ص، الكلام ده بيساوي واحد، اوجد ضل ص ضل س. هنا بنعمل ما يسمى بالاشتقاق الضمني. هتبدا تشتق، حصل ضرب دالتين والسجاب لسه هتعلمه الحصه الجايه، بس قصه قد كده، الموضوع يبقى قد كده هتعرف تعمله، بس يبقى الا اذا انت بمجرد ما شفتها جا س جا ت ص زائد جا ت س جا ص. او ماي جاد، هو ده كده عباره عن ايه؟ مش ده جا س زائد ص هو اللي قال انه بكام؟ الله 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 الله، ده كمان انت تقدر تختصر اكتر. عارف ازاي؟ الزاوية اللي الجا بتاعها بواحد 90 صح؟ فتقول ده حلو قوي، ده السين زائد صاد بيساوي باي على الاثنين. ما بنكتبش هنا بره بره النسب المثلثية، ما بنكتبش زاوية بالتقدير الستيني، بنكتبها دايما بالتقدير الايه؟ دائري، لان ده اللي بيعبر عن اعداد حقيقية. فالسين زائد صاد بيساوي باي على الاثنين. انت عايز مين؟ ده لصاد ده لسين صح؟ يعني عايز معدل تغير صاد بالنسبة إلى، عايز مشتقة صاد بالنسبة إلى. قال لك يا عم هات الصاد لوحدها فيطلع صاد بيساوي باي على الاثنين ناقص س، وبناء عليه اشتق مشتقة الصاد ضل صاد ضل س، وقلنا حتى انا مشتقة ده بصفر ومشتقة السالب س بسالب واحد، وسعيد ومسعد واللي يصلي على النبي يسعد. يبقى بص قوانين حساب المثلثات خلتك عملت ايه؟ اختصرت، انما انت ما تعرفهاش. هتشتق دي حاصل ضرب دالتين وفيها اشتقاق ضمني، ودي كمان حاصل ضرب دالتين وفيها اشتقاق ضمني، هتتسحل سحله ما يعلم بها الا ربنا، وفي الاخر هيطلع معاك بايه؟ بس قبلك فين؟ في الدور الثاني. انما هنا قواعد حساب المثلثات بتخليك ايه؟ اسرع واكفأ واكثر ثقه في التعامل مع اي سؤال. كلام سليم يا غالي؟ هيقف عند دول؟ قال لك لا، ده هيبدا الراجل يكبر لك الموضوعات اكتر. ازاي؟ هيبدا يكلم حضرتك عن ضعف الزاويه. يعني ايه ضعف الزاويه؟ ما تكبر تعرف حاجه. بص يا مان، ضعف
الزاوية. عندك ثلاث حاجات، جا 2 سين والجتا 2 سين والظا 2 سين. تعال نشوف الجا 2 سين الاول هتجيبها ازاي. حماده قال لي والله يا مستر انا راجل منطقي وراجل بسيط فوق البساطه. جا 2 سين مش هي هي لو انا شلت الصاد دي من هنا وقلت جا سين زائد سين حق ولا مش حق؟ ايه سين زائد سين بايه؟ ب 2 سين. لما تيجي الناحيه الثانيه الصاد بقى اسمها سين والصاد بقى اسمها، فتقول ايه؟ جا سين جتا سين في جا سين جتا سين، وهتقول زائد عشان انت جامع صح؟ جا سين جتا سين زائد جا سين جتا سين، مش ده ب 2 جا سين جتا سين؟ ب 2 جا سين جتا. صباح الفل. يعني يطلع عندنا قاعده ان جا 2 سين بتساوي 2 جا سين جتا ايه؟ يعني بس انا محفظه الجا 2 سين بتساوي ايه؟ 2 جا سين جتا. طب خد التقيله بقى، افرض انا لو نويت معايا وقلت لك يا عم ما تجيب الجا 4 سين، تقول لي ودي مستاهله كلام؟ ب 2 جا 2 سين جتا 2 سين. عرفت منين يا ولد؟ قال لي اصل انا لاحظت هنا 2 سين هنا سين، ده نص الزاويه صح؟ طب لو نويت معايا وقلت لك هات لي الجا سين، هتقول لي بسيطه دي ب 2 جا نص سين جتا. حد عنده اعتراض على الكلام ده؟ صارحني، خليك واضح وجلي، خليك واضح وصريح. معترض يط انت؟ ماشي. يسكت الراجل؟ قال لك لا 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 مش جايين. ايه رايك لو انا قلت لك انا عايز الجا سين في جتا سين؟ انا استر انت جايبني البيت ومرمطني عشان لو عايز جا سين جتا سين، مش دي مضروبه في اتنين؟ اقسم الطرفين على الاتنين، يعني يطلع بنص جا 2 سين، يطلع بنص جا 2. عندك مشكلة مع الكلام ده؟ ده بالنسبة للجا. أما الجتا قال لي لا خلاص أنا فهمت اللعبة. لو عايز جتا 2 سين هستنتج من هنا، هشيل الصاد وأحط وأجيب مجموعهم، يبقى سين زائد سين ب 2. تعالى هنا بقى. جتا سين جتا سين، يبقى جتا تربيع سين. جا سين جا سين، ما انا شلت الصاد وحطيت سين يبقى جا تربيع. بس يا مستر هنا انت قايل مجموعه عشان تقول سين وسين ب 2 سين، يبقى هنا تقول فرق، يبقى جا تربيع سين ناقص جا تربيع. وبناء عليه الجتا 2 سين بتساوي جا تربيع سين ناقص جا تربيع. افرض انا بقى لو نويت معايا ان انا اشيل الجا تربيع واحط مكانها واحد ناقص جا تربيع، تقدر تعترض؟ طب انا هجيب منين الواحد ناقص جتا تربيع؟ من عندنا من البلد؟ قال لك لا، هتشيل الجتا تربيع وتحط واحد ناقص جتا تربيع. يبقى لما تحط هنا واحد ناقص جتا تربيع السالب يدخل جوه يخلي الواحد بالسالب، والسالب جتا تربيع يخليها بالايه؟ بالموجب. جتا تربيع وجتا تربيع يطلع ب 2 جتا تربيع، وادي السالب واحد. الله، حضرتك عايز تقول ان ايضا الجتا 2 سين بتساوي 2 جتا تربيع سين ناقص 1، 2 جتا تربيع سين ناقص ايه؟ طب افرض انا بقى لو نويت معايا برضو بس المره دي ما شلتش الجتا تربيع، انا شلت الجتا تربيع احط مكانها ايه؟ واحد ناقص جتا تربيع، يبقى واحد ناقص جتا تربيع ناقص جتا تربيع بواحد ناقص 2 جتا تربيع. حصل؟ يعني يا مستر واحد ناقص 2 جتا تربيع سين ايضا يساوي الجتا 2 سين، ايضا يساوي الجتا ايه؟ يبقى الجتا 2 سين ليها كام صوره؟ ثلاث صور. جتا تربيع سين ناقص جتا تربيع سين، منها طلعنا بانها 2 جتا تربيع سين ناقص 1، منها طلعنا بانها 1 ناقص 2 جتا تربيع سين. سعيد ومسعد اللي يصلي على النبي يصلي. يا مستر انا في حاجه بس عايز اسالها ومحرج. لا ما تحرجش، اهبد ارزع قول كل اللي نفسك فيه. قال له يا مستر ماذا لو انا قلت جا سين جتا سين؟ يا عم وماله؟ هي جت عليك؟ هيبقى جتا تربيع نص سين ناقص جتا تربيع نص سين، صح؟ هي هي 2 جتا تربيع نص سين ناقص 1، هي هي 1 ناقص 2 جتا تربيع نص سين، صح؟ هي الفكرة فين؟ هنا زاوية يبقى هنا نصها، هنا زاوية يبقى هنا إيه؟ طب أنا هستخدمه في إيه؟ هاجي أنا أقول لحضرتك إذا كانت الصاد بتساوي 2 جتا تربيع نص سين يا عم ناقص 1، لو اشتقيت دي على أبوها كده هتعرف بس هتستهلك وقت.
او انك تكون عارف ان ده على بعضه بيساوي ايه. هتستهلك وقت يعني 10% من الوقت اللي كنت هتستهلكه لو اشتقيت دي زي ما هي. فهمت حاجة؟ يبقى استخدم برضو الكلام ده في الايه؟ في الاختصارات. طلع لك كمان بقاعدة يا عم صغيرة بتقول الاتي. بقول لك ايه؟ هو مش 2 جتا تربيع س ناقص 1 بيساوي جتا 2 س؟ طب لو عايز الجتا تربيع هتودي الواحد ده بعكس الاشارة وتقسم على الاثنين. فيطلع مع حضرتك انه جتا تربيع زاوية بيساوي نص زائد نص جتا 2 س. نص زائد نص جتا 2. بقول لك ايه؟ هو مش 1 ناقص 2 جتا تربيع بيساوي جتا 2 س؟ ودي الواحد بعكس الإشارة وقسم الطرفين على سالب 2. يطلع مع حضرتك انه جتا تربيع زاوية بيساوي نص ناقص نص جتا 2 س. نص ناقص نص جتا 2. حلو وايل وممتاز وزي الالماز. صارحني ان كنت معترضا فقول لي انا معترض. مش معترض؟ اعترض. ايه يا حبيب خالد؟ عمال اقاقم الصبح واقول يا الله. اها في العام صلي بينا على النبي. قبل ما ابدا التفاضل انا قلت لحضرتك ايه؟ في حاجات كتير انت هتدرسها بشكل بحت. يعني تطبيق للكلام ده. عشان اقعد افتح لك في تطبيق للكلام ده يبقى انا محتاج ادرس لك استاتيكا عشان اقول لك خد يلا. محتاج ادرس لك ديناميكا عشان اقول لك خد. ادي تطبيق مباشر للجا او للجتا او للظا او للظط. هنا انت بتدرس ادوات. بتدرس ايه؟ بص يا غالي المعلقه لو مش في المطبخ ليها لازمه؟ بالنسبه لك ملهاش لازمه صح؟ المغرفه لو مش في المطبخ ليها لازمه؟ ده لحد دلوقتي مغرفه، مطبخه لسه ما جاش، انا لسه بصنع مغرفه ومعلقه وحله وهكذا صح؟ المطبخ بتاعه فين؟ لسه بقى في الفروع الثانيه. يبقى هنا احنا بندرس الكلام ده بشكل ايه يا ابن عمي؟ فاهم حاجة يا ابني ولا انت بتنال على عينك؟ فاهم حاجة؟ ففي حاجات هنا هندرسها بشكل بحت استخدامها لسه قدام. ممكن اعمل لك علاقة غير مباشرة. انت دلوقتي شايف انه ليه لازمة في الاشتقاق ولا لا؟ طب انت عارف ان الاشتقاق بنستخدمه في الديناميكا ولا لا؟ وعارف ان احنا بنستخدمه عشان نجيب معدل تغير دالة معدل تغير صاد بالنسبة الى س ولا لا؟ وعارف ان احنا بنستخدم التفاضل في الفيزياء ولا لا؟ يبقى انا هستخدم الكلام ده في الفيزياء ولا لا؟ هستخدمه في الكيمياء ولا لا؟ بقى ليه لازمه ولا لا؟ سعيد ومسعد واللي يصلي على النبي يسعد. تعال نشوف الظا 2 س. ملهاش نفس؟ الظا ملهاش نفس؟ ليها يضا ولا ملهاش يضا؟ ليها يعني. طب مين سعيد الحظ اللي هيجيب لي الظا 2 س؟ استنتجها معايا زي ما انا استنتجت الجا 2 س والجتا 2 س. بصت تحت تحت اهو قالت لها مستر اشيل الصاد واحط مكانها س وساعتها يبقى س زائد س ب 2 معايا لا فيبقى ظا 2 س بيساوي مش شلت الصاد وحطيت س ظا س زائد ظا س فوق ب 2 ظا س وتحت ظا س في ظا س يطلع ظا تربيع وفوق مثل فبقت 2 ظا س وتحت عكس يعني 1 ناقص ظا تربيع. ترو اور فولس؟ يعني يا مستر خلاص كده الظا 2 س بقت بتساوي 2 ظا س على 1 ناقص ظا تربيع س. معايا ولا ما جيناش؟ طيب القانون ده ليه شكل تاني بالمناسبه الا وهو ايه رايك لو قلت لك ظا س في ظا س تحبها ولا ما تحبهاش؟ مش تساوي 1 ظا في ظا تساوي ايه؟ حاجه في معكوسه الضرب. ترو اور فولس؟ طب ايه رايك لو قلت لك ظا في ظا تربيع بزطة؟ عارف ليه؟ عشان الزطة تربيع. هي كده صح؟ مش زطة في زطة؟ وزطة في زطة بيه يبقى واحد في زطة والواحد في زطة بيه بزطة يبقى زطة زطة تربيع بإيه؟ بزطة. زطة زطة طين بإيه؟ بزطة. طب زطة زطة تكعيب بزطة تربيع. ما تتعبش قلب اهلي. طب زطة تربيع في زطة تربيع واحد برتقانه في مقلوبها صح؟
ايه رايك لو ضربت فوق وتحت في زطا تربيع سين يجرى حاجه؟ مالكش دعوه بحاجه هناك. ظ في زطا تربيع بايه؟ بزطا. ظ في زطا تربيع لسه قايل اهو بزطا. يبقى ده باتنين زطا سين. واحد في زطا تربيع بزطا تربيع. ظ تربيع في زطا تربيع يبقى ناقص واحد. يبقى دي الصوره الثانيه للقانون. الصيغه الاخرى لهذا القانون. يبقى كده يا باشا بقى معانا قوانين حساب المثلثات اللي ممكن نستخدمها في كل قواعد الايش؟ الاشتقاق. So you will save the earth and follow me for more because I'm sleep early and I'm get up early. This is درر. دي السبوره it will تنفعك في كل فروع الرياضيات مش في التفاضل بس. تستخدم الكلام ده في كل الفروع. كلام سليم؟ حان الان وقت الحديث عن اشتقاق الدوال المثلثيه. فاكر احنا جبنا مشتقات الدوال بوجه عام ازاي؟ من القانون بتاع معدل التغير صح؟ قعدت انا وزمايلي العلماء استنتجنا الكلام ده وطلع عنا وسهرنا الليالي وفي الاخر ادينا لك القوانين دي كحد من عامه الشعب وقلنا لك خد يا باشا احنا بنضحك خد ايه قواعد استخدمها مباشره. مش لازم يا عم تروح انت تستنتج على طول بايه؟ بالقانون بتاع معدل التغير ما تتعبش نفسك صح؟ نسكت؟ لا جم عموم الشعب زي حالات حضرتك وطلبوا مننا كمان نستنتج لهم ايه؟ مشتقات الدوال الايه؟ المثلثيه، مشتقات الدوال. فقعدت انا والرجاله نناقش لو كان معانا ص بتساوي جسين ازاي نشتقها؟ ايه وجهه صد شرطه؟ او ده ص ده س. قال لك والله ما باليد حيله وما بالعرف الا قانون يدعى معدل التغير. حصل يا ابن عمي؟ انا عارف وانت عارف وكلنا عارفين ان الدال ص دال س بتاع اي داله في الدنيا المفروض يجي عن طريق نه داله س زائد ه ناقص داله س على ه لما الهي تقترب من حد. فانا هطبق القاعده دي وتفرج لينا رب اسمه الكريم ما بينساش حد. هنشوف هنوصل ليه في الاخر. فسناء قالت له مستر خلاص داله س زائد ه يعني تمسك الداله اللي معاك وتشيل كل س فيها وتحط مكانها س زائد ه. ترو اور فولس؟ الداله هنا اسمها ايه والفت؟ جا. يبقى اقول هنا جا س زائد ه ناقص داله س شخصيا اللي هي جا يبقى ناقص جا س على لما الهي تقترب من. حلو هايل ممتاز رائع مدهش جميل عظيم فانتاستيك رضا. هتعرف تجيب نهايه الداله دي؟ قال لي بس يعني المنظر اللي قدامي ده ما عارفش ما خبرش ما فاكرش. امال تعمل ايه؟ قال لي في حاله ان فكيت المنظر اللي قدامي ده ممكن نوصل لحاجه كويسه ان شاء الله. تفكه ازاي؟ قال لي يا مستر مش حضرتك لسه مديني قاعده بتقول ان جا س زائد ه هي هي جا س جتا ه زائد جتا س جا ه صح؟ جا مجموع زاويتين. وبناء عليه انا هفك اللي فوق ده هقول ادي نهى جا س جتا ه زائد عشان الاشاره موجه جتا س جا ه وادي ناقص جا س في الاخر. الكلام ده على ايه؟ على ه. فقعدت استشير الرجاله برضه واناقشهم رجاله هنعرف نجيب النهايات دي؟ قال لي والله في قاعدتين لنهايات الدوال المثلثيه كانوا في ثانيه ثانوي راجعناهم في الفيديو بتاع مدخل التفاضل. الاثنين دول لو انا حطيتهم قدامي القاعدتين دول هعرف افصص ده كده ان انا اطلع منه بحاجه. ايه هما القاعدتين؟ قال لي تعالى على جنب. نهى جا برتقانه على نفس البرتقانه بس لما البرتقانه تقترب من الصفر وتبقى بالتقدير الدائري الكلام ده بيساوي واحد. يعني نهى جا س على س لما س تقترب من الصفر س زاويه بالتقدير الدائري الكلام ده يساوي ايه؟ واحد. نهى جا ه على ه لما الهي تقترب من الصفر يطلع برضه بايه؟ نهى جا بتنجانه على بتنجانه لما البتنجانه تقترب من الصفر الكلام ده برضه يطلع بايه؟ هذه واحده. اما عن الاخرى قال لي نهى جتا وليكن ه ناقص واحد على ه لما الهي ايضا تقترب من الصفر الكلام ده بيساوي صفر. الكلام ده بيساوي ايه؟ القاعدتين دول انا ممكن استخدمهم في تفصيص النهايه دي.
طب انت بتفكر في ايه حلوه جميله اللي دخلت تانية سنه وانت وعارف نهايات الدوال المثلثيه؟ قال اسمع مني وتعلم. علمني. علم يا اسطى. دي جا س جا ت ه ودي سالب جا س. انا لو خدتهم هما الاثنين مع بعض وقسمت على ه وقسمت البسط على المقام وفصصتها ناحيتين هيعملوا حاجه حلوه. اشمعنى؟ قال لي عشان هينفع ساعتها اخد منها جا س مشترك. يا ابني عايز تعمل ايه؟ اخبرني. قال لي والله انا هعمل كده، هاخد جا س جا ت ه ناقص جا س. حلو، يبقى انا خدت دول مع بعض على مين؟ على ه، فيما يسمى بتقسيم البسط على المقام، زائد ها نه جتا س جا ه على ه. مش دي الحته اللي بقى يا ابني؟ جتا س جا ه على لما اله تقترب من. حلو. قال لي عارف يو نو مان اف اي خدت جا س عمل مشترك ورميتها بره وي ويل يظهر لنا شكل زي ده، صح؟ بص كده، لو خدت الجا س مشترك مش يبقى جا ت ه ناقص واحد على ه لما لقيت تقترب من الصفر فيظهر لنا شكل زي ده. وهرمي الجا س فين؟ بره. تقول لي الله 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 الله، مش انت قلت لي يا مستر واحنا بنتكلم عن النهايات ما ينفعش اخد متغير مشترك بره النهايه؟ اقول لك يا باشا هنا المتغير بتاع النهايه هو مين؟ اله. المتغير بتاع النهايه ملهاش دعوه بالسين، ملهاش دعوه بمين؟ المتغير انا بعرفه يا باشا من دليل النهايه. قال لي خلاص اللي انت شايف، انا هاخد الجا س ارميها بره ويبقى هنا في النهايه ج ت ه ناقص على لما الهي تقترب من الصفر. اوكي، ومثل برضو كمثل، هنا هاخد الجا ت س ارميها بره يبقى دي ج ت س في ادي نها جا ه على ايه لما الهي تقترب من سعيد ومسعد. واللي يصلي على النبي يسعد. الاخت دي بايه؟ صفر. يعني يا مستر كده جا س في صفر زائد الاخت دي بايه؟ بواحد يا ولفت. يبقى جتا س في واحد. يعني هنا صفر زائد جتا س يطلع بجتا ايه؟ س يطلع بجتا ايه؟ وبناء عليه تفتكر انا بقى راجل ساذج عشان لما يقول لي هات لي مشتقة الجا بعد ما خضت المعركة دي كلها واستنتجت ان هي بجتا، اقعد كل مرة اعمل كده ولا اعمل ايه؟ يقول لي مشتقة الجا روح اقول له بايه؟ بجتا. اقول له بايه؟ مشتقة الجا اقول له بايه؟ قعدت برضه اجرب تاني على الجتا، لقيت ان مشتقة الجتا بسالب جا، قعدت اجرب على الظاب، لقيت ان مشتقة الظاب ق تربيع، والقا طلعت بكذا والقا بسالب قط زطا والزطا طلعت بسالب قط تربيع. اقعد اعمل كده كل مره؟ قال لك لا، احنا هنعمل حاجه اسمها جدول المشتقات القياسيه. جدول المشتقات الايه؟ بعد ما استنتجناها بيقول ايه؟ قال لك يا باشا هم ثلاث دوال بمقلوباتهم وينجز. هنحط هنا الدالة وهنا مشتقتها جا جاتا ظا قا قطا ودي ظاطا. يبقى هنا جا س هنا جاتو وهنا ظا وهنا قا وهنا قطا وهنا مين يابا؟ هو احنا لقينا ان مشتقة الجاب ايه؟ لقينا ان مشتقة الجاب ايه؟ بجاتا. طب ومشتقة الجتا؟ خبر ابيض. ومشتقة الظا؟ بقا تربيع. ومشتقة القا؟ قال لك دي بقا س في ظا س. انا استنتجت بقى ورا الكواليس وقدمتها لك خلاص، تعكش انت مالكش دعوه بحاجه. مشتقة القطا؟ قال لك بسالب قطا زطا. بسالب قطا ايه؟ طب ومشتقة الزطا؟ قال لك بسالب قطا تربيع. بسالب قطا ايه؟ حلو. وادي يا باشا الدوال بتاعتك. لقيت قا اشتقاها على طول كظا. لقيت قطا يبقى سالب قطا ايه؟ زطا. لقيت زطا يبقى سالب قطا تربيع. الله ما يستر، وانا اقعد امسك ورقه وقلم عشان احفظ الكلام ده كاني بحفظ كلمات انجلش؟ لا. انت يا باشا هتحط الجدول ده قدامك.
10-12 مسألة هيتحلوا مع حضرتك، هتلاقي دماغك على طول مسكت الدوال اللي قدامك دي وعرفت المشتقات بتاعته، أدركت أهميته. فمش عايزك تقلق، أنت هتلاقي نفسك حافظهم كده كده بطريقة عبيطة قوي. دماغنا بتميل للمتشابهات وإن إحنا نعلم حاجات ببعضها. أحياناً بتلخبط وأنا بشتق، هي مشتقة الجا كانت بسالب جتا ولا بجتا؟ هي مشتقة الجتا بموجب جا ولا بسالب جا؟ طب الظو كان مشتقتها قطع تربيع ولا سالب؟ طب القطع سالب ولا موجب؟ بص على الجدول وحاول تطلع حاجة كده، إيه حركة من بتاعتكم اللي أنتوا بتحفظوا بيها الحاجات دي. بص كده على الجدول. اتفضل. أهو الراجل بقى فاهم دماغه، قالت له كده على طول. قالت له يا عم بقول لك إيه، أي حاجة فيها تير المشتقة بتاعتها فيها سالب. المشتقة بتاعتها فيها إيه؟ يبقى كده مش هيتلخبط. لان هي اللخبطه بتحصل هنا، ان القا والقطا طب دي مشتقتها فيها موجب، طب دي مشتقتها فيها سالب، طب دي فيها لا يا باشا الداله اللي فيها ت مشتقتها فيها سالب. دي حاجه مش علميه، دي حاجه كده بالسنجري براهي كده بيننا وبين بعضينا، ما هياش حاجه ايه علميه، دي حاجه اتفقنا. طب يعني ايه تاني؟ القا والظا قرايب والقطا والظا قرايب. بص القا مشتقتها ايه؟ قا ظا. القا مشتقتها القطا مشتقتها سالب قطا ظات. طب بص الظا مشتقتها قا تربيع. الظا مشتقتها طب الظات مشتقتها سالب قطا تربيع. خلاص ما فاضلش غير الجا والجت. شكرا كده خلاص تقريبا معظم الناس قاعده قدامي حفظتهم صح، وانا مش محتاجك يا عم ببصمجهم بقدر ما انت وانت بتحل هتبقى شايفهم هتلاقي الدنيا بسيطه حلوه غالي. في ملحوظتين هقولهم لك ويبقى خلص الدرس هبدا احل عليه بقى. أول ملاحظة دي جاية من قاعدة السلسلة بتقول يا غالي، قال لك والله لو كانت صاد بتساوي جاره سين، يعني من الآخر الزاوية اللي هنا دي هي دالة قابلة للاشتقاق في سين، فعند الاشتقاق أنت بتقول مشتقة الدالة في مشتقة الزاوية، يعني جتا ريه سين ما هي مشتقة الجاب جتا وبتضرب بره في مشتقة الزاوية. ما فهمش ما خبرش ما عرفش عيني يوم. بعطيك مثال ما بيجيش في الامتحانات، لو صاد يا عم بتساوي ظا سين أس خمسة مثلا، فأنت بتشتق بتعمل الآتي، بتقول مشتقة الدالة في مشتقة الزاوية. مين الدالة؟ اسمها ظا والزاوية سين أس خمسة. مشتقة الظا بإيه؟ ما تبصليش اهو، مشتقة الظا بقا تربيع، فبتقول دي صاد شرطة بيساوي قا تربيع بزاويتها زي ما هي، بزاويتها زي وبره تضرب في مشتقة الزاوية، مشتقة السين أس خمسة بخمسة سين أس أربعة، بخمسة سين أس يبقى لو عندك الدالة بتاع الزاوية بتاعتك هي دالة قابلة للاشتقاق في سين، فعند الاشتقاق بتقول مشتقة الدالة المثلثية في مشتقة زاويتها بره، مشتقة الدالة المثلثية في مشتقة زاويتها بره. تاني حاجة ملحوظة رقم اتنين، قال لك والله إذا كانت الدالة المثلثية مرفوعة لأس فإنها تعامل معاملة قوس. ما فهمش ما خبرش ما عارفش يابا، يعني لو صاد وليكن، انا بحط هنا جا ممكن احط ظا ممكن ايا كان، كل حاجه بتطبق على كله، جا والسنون ر س، فده غالي معناه جا ر س الكل والسنون، يعني الجا تربيع زاويه، ما هي الا جا الزاويه بس الكل ايه تربيع، جا اس خمسه ما هي الا جا الزاويه بس الكل اس خمسه. كنت بتشتق قوس ازاي؟ قال له مستر كنت بنزل الاس اضربه في القوس زي ما هو بعد ما انقص من الاس واضرب في مشتقة ما بداخل القوس. مين اللي جوه القوس؟ الجا صح؟ مشتقة الجا بجد بزاويتها زي، ثم اضرب في مشتقة الزاوية بليز مان دونت فورجيت ات، يبقى تضرب في الشرط ايه؟ سي. قال لي اديني مثال بالله عليك يا مؤمن عيني يوم، خد لك مثال من لو بيجوش في الامتحانات، لو صاد بيساوي جا أس خمسة سين أس تلاتة،
ص شرطه هيساوي هنزل في الداله زي ما هي بعد ما نقص من الاس بتاعها واحد. الاس بتاعها كان 5 بقى كام؟ 4. س تكعيب اللي هي الزاويه ملهاش دعوه باي حاجه، دي بتنزل زي ما هي. ثم اضرب في مشتقة ما بداخل القوس، مين اللي كان داخل القوس؟ الجا س تكعيب، الجا س ايه؟ مشتقة الجاب ايه يا ولا؟ بجاتا، بزاويتها زي، واضرب بره خالص في مشتقة الزاوية اللي هي ب 3 س ايه؟ تربيع. اني بادي هاف اني بروبلم؟ ثم بقى من الذوق ومن الادب ومن الاخلاق الرياضية انك تعمل كده. 3 س تربيع وفي هنا 5 يبقوا 15 ايه؟ س تربيع. في جا أس 4 س تكعيب، في جتا س تكعيب. حلو، ما الاقيش واحد بقى يروح ضارب لي دي جوه، انسى، مفيش منه اللي بالك منه. اوعى تكون عايز تضرب دي جوه، دي زاويه، دي زاويه لا بتضرب في حاجه ولا بينزل عليها أس ولا بيتعمل فيها اي حاجه ولا بشتقها وهي جوه. عشان كمان شويه الاقي واحد عامل لي كده، بص هقول له هو لو ص بيساوي جا س تربيع مشتقتها ايه؟ هيروح عامل لي كده. منين يا ابني؟ قال له مستر اشتقيت الجا واشتقيت الزاويه. يا حبيبي انا لسه قايل لك بتجيب مشتقه الداله بزاويتها زي ما هي، بزاويتها زي، وبعدين تضرب في مشتقتها بره. تضرب في مشتقتها ايه؟ انما ده اسمه ايه؟ شرك. ده اسمه ايه يا غالي؟ بكل قوانين الرياضيات. كلام سليم يابا؟ حذاري تعمل كده. شوف انا حذرتك صح؟ وحطيت قدامك الخطأ صح؟ هتعمل كده، هتعمل كده. كلام سليم؟ وانا هستحملك مره واثنين وثلاثه والرابعه. سيف ذا ارت عشان نحل مسائل. بص يا غالي، قال لك اوجد ده ل ص ده س لكل مما ياتي. فيرست سؤال، قال لك لو ص بتساوي جا 3 س سهله وعبيطه. قال لك طب افرض انا صعدت الموضوع وقلت لك ص بتساوي جا 3 س تربيع ناقص 5، ما بنتهددش. طب افرض انا بقى لو نويت معاه وقلت لك ان ص بتساوي ز س تكعيب، ما تزقش ولا تخوفني، دي تكعيب؟ ده منظر تكعيب؟ ابدا خاف مني بقى. طب لو ص بتساوي 2 ك جذر 2 س تربيع وماله؟ انت معايا على؟ طب خد الحته اللي جايه دي بقى. قال لك افرض مثلا، مثلا يعني اني قابلتك يوم وقلت لك ان ص بتساوي ك ط س نص 5. طب ص ب 3 زطا باي س نص 3 ناقص 3. طب 7 بقى، ص بتساوي س نص 3 في ك س. صغيرين احنا صح؟ قليلين في البلد؟ ما ترد عليا. اكلم نفسي. انتوا قليلين في البلد؟ حياتوا الجماهير العريضه. لو ص بتساوي زطا أس 5 س أس 3. بس ده عشان انت طلعت قليل في البلد. حماده ومياده وحسين وبرعي وابراهيم وسعد. مين ده؟ بنخاف؟ رد عليا يا ابني، رد يا ابني، انتوا مش عايشين. ص بيساوي جا 3 س وماله؟ هو انا لما باجي اشتق بعمل ايه؟ مشتقة الجا اهي، بجت اهي، سايبها لك اهو عشان ما تقعدش تدور عليه. يبقى دي ص شرطة بيساوي جا 3 س، واسيبها كده ولا بضرب في مشتقة الزاوية؟ الزاوية اسمها ايه؟ مشتقة ال 3 س ب سعيد ومسعد.
عليه الصلاة والسلام. يجي الراجل هنا يقول لك طب بص اتشرط جتا ايا كان مشتقة الجتا بايه؟ بسالب جاء. بص الحتة اللي جاية دي ادي سالب ودي جاء 3 سين تربيع ناقص 5 واضرب بره في مشتقة ايه؟ الزاوية. الزاوية دي ب 3 سين تربيع ناقص 5 مشتقتها 6 سين اسكتي صاب بيساوي ظا سين تكعيب. بقول لك ايه؟ بنخف الظا مشتقتها ايه؟ ق تربيع بزاويتها زي اضرب في مشتقة الزاوية. مشتقة السين تكعيب ايه يا ابني؟ قول انت حلوة جميلة رايق انت بيه؟ زي ما انا عملت كده صح؟ يا ثانوي. طب والحتة اللي جاية دي؟ وشوف الحتة اللي جاية دي بقى لو بس ارص الشرطة بتساوي مش عندي ثابت مضروب في دلة اما باجي اشتق بعمل ايه يا مان؟ حلو يا رايق بركن الثابت ده على جنب ثم اضربه في مشتقة الزاوية. مشتقة القاع عندنا في البلد بايه؟ قاع زاويتها زي ظا زاويتها زي يبقى دي احلى قاع في الدنيا كلها. جذر 2 س تربيع ظا جذر 2 س تربيع واضرب بره في مشتقة الزاوية. شنو زاوية؟ جذر 2 س تربيع. شنو مشتقتها؟ 2 جذر 2 س. يبقى اضرب بره في 2 جذر 2 ايه؟ حلو وهايل وممتاز. لحد هنا انت راجل جنجا ورايق ومحترم ومؤدب ومتعلم وكلك اخلاق بس ما عندكش ذوق. ليه بقى؟ يعني عيب انك تسيب لي دي كده؟ يعني خليها كده. هيجرى حاجه؟ اهو في قاب زاويتها زي ما هي ظاب زاويتها زي ما هي. ضن اختصارات بسيطه. حلو؟ كلام بقى انت فاهم؟ ده الكلام اللي زعل الناس من بعض. قول لي يابا انت شاروخان يا حلو انت تعالى. قول لي يا عم الهندي اشتق مشتقة القطع عندكم في البلد بايه؟ يا ولا قال لي بسالب قطع ظا. طب زاويتها زي يبقى دي سالب قطع س اس 5 ظا س اس 5 ومشتقة السين اس 5 بايه؟ رد عليا جدع ب 5 س اس 4. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ انا متوسم فيك خير. ص شرطه بيساوي الثلاثه هتتركن على جنب صح؟ ومشتقه الزطه بسالب قطع تربيع جدع سالب قطع تربيع بزاويتها زي باي س تكعيب ناقص 3 ثم اضرب في مشتقه الزاويه اللي هي ايه؟ جدع قلب 3 باي س ب 3 ايه؟ باي س اسمها باي ما تقولش باي. ايه يا حبيبي قص 2 كمان يا جامد يا رايق يا حلو يا جميل انت. قال له مستر يبقى الباي س تكعيب مشتقتها 3 باي س تربيع. ثم اسيبها كده ولا ابقى قليل الذوق وقليل الربايه الرياضيه؟ 3 في سالب في 3 يبقوا سالب 9 باي س تربيع شاكب راكب كده قطع تربيع باي س تكعيب ناقص 3 شكر الله سعي من سعى. الحته دي بقى حاجه في غايه الجنجو حاجه قلاقه خالص. ده ايه؟ حصل ضرب دالتين صح؟ بيشتقوه ازاي عندكم في البلد؟ جدع مشتقه حصل ضرب دالتين كانوا بيشتقوه ازاي؟ مشتقة الأولى في الثانية زائد مشتقة الثانية. واحد قال له مصر الله الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. المصر كان بيقولها لي كده في ثانية سنة والضرب إبدالي والجمع إبدالي. لك حرية الاختيار تقولها زي ما تقولها بس أنا بقول إيه؟ مشتقة الأولى في الثانية زائد مشتقة الثانية. فأنت هتقول إيه؟ مشتقة الأولى في الثانية زائد مشتقة الثانية. شكرا. مشتقة الأولى ب 3 س تربيع في الثانية زي زائد مشتقة الثانية بقا س في ظا س في الأولى زي حلو وهايل وممتاز. واسيبها كده ابن عمي ولا خليني راجل لارج وراجل عندي ذوق واعمل ايه؟ يعني أنا شايف إن السين تربيع ينفع تتاخد مشترك بره صح؟ نخلي مسؤوليتها وينفع كمان القا جدع اسم الله عليك. قال لي أدي قهاية وأدي قهاية يبقى مثلا ناخد سين تربيع في قا س يبقى هنا ايه؟ زائد خدنا ق وخدنا س تربيع يبقى س ويبقى ظ س صح؟
سين في ظاء ايه، وبالشكل ده كده حضرتك راجل محترم وكلك ذوق وكلك اخلاق. حد عنده مشكله مع الكلام ده لحد دلوقتي؟ حلو، قول يوم ورب رحمه ستي هذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اسمك ايه؟ ايه؟ بص يا حاج احمد، ده حصل ضرب دلتين صح؟ اشتكوا ازاي عندكم في البلد؟ مشتقه الاولى في الثانيه زي ما هي، زي مشتقه الثانيه في الاولى زي ما هي، قول ورايا كده، مشتقه الاولى في الثانيه زي مشتقه الثانيه في الاولى زي مشتقه الاولى. السين تكعيب بيشتقوها ازاي عندكم في البلد؟ بثلاثه سين تربيع، وعندنا زيهم. في الثانيه زي زائد مشتقة التانية اللي هي قا، قا مشتقتها قظا، يبقى مشتقة التانية بقا س ظ س في الأولى زي اللي هي س تكعيب، ثم بدأت تاخد مشترك عشان أختصر، صح يا حاج أحمد؟ س تربيع آه ممكن تتاخد مشترك، والقا بنت الكلب ده تتاخد مشترك، يبقى س تربيع في قا س ينفع تتاخد مشترك، ويتبقى هنا إيه؟ تلاتة، ويتبقى هنا ظا بس. ومعاها سينية لان انا خدت سين تربيع من سين تكعيب، يبقى سين في ظا ايه؟ سين. في حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ حلو. حد عنده اي مشكله؟ كده انت راجل مظبوط. رايته بام عيني كائن حي ياكل ويشرب ويتنفس رزقه الله بكل الخصال الحسنه التي رزقنا اياها. وقلت له يا باشا خد سين تكعيب في ق س اشتق، راح عامل لي كده. قال لي 3 س تربيع في ق س ظ س، فقلت سبحان الله ويخلق ما لا تعلمون وله في خلقه يشؤون، لماذا اتيتنا بهذا يا فتى؟ قال لانني بعتمد على دماغ النصحه الجامده وما اسمعش الكلام. انت بتاخد بالك وانا بتكلم وانا بحل هنا انا بقعد اقول ايه؟ مش بقعد اردد القانون. مشتقه الاولى في الثانيه زائد مشتقه الثانيه في الاولى. اوعى تكون فاكر نفسك محور الكون وانا بقول كده عشانك، لا يا ابني. ده انا شخصيا لما باجي احل مساله فيها حصل ضرب دلتين بقول لنفسي كده، عشان طول ما دي بتسمع دي ما تغلطش. مين اللي بيشغل دي؟ دي دماغي اللي بتشغلها. انتوا ما شاء الله عندكم انفصال، ايدك لوحدها دماغك لوحدها، انت دماغك بتبقى في حته وايدك شغاله في حته ثانيه. فالمفروض وانت شغال يا باشا مشتقه الاولى في الثانية زي ما هي، زائد مشتقة الثانية في الأولى زي ما هي، لا تنسى، لا تنسى القاعدة، ولا تنسى حاجة معينة أنت تضرب فيها، ولا أي حاجة. إنما تعتمد على دماغك كده وبس، هتبص تلاقي نفسك بتعمل إيه؟ بتعك، بتطبق القاعدة غلط وتبقى عارفها، يعني هو بيجي لي عامل كده. وبقول له يا مستر هو إيه الغلط؟ يا حبيبي مش أنا بقول مشتقة الأولى في الثانية زي مشتقة الثانية في الأولى، يقول لي آه والله عارف. طب يا ابني وأنت أوه ما تهزرش. عشان وهو بيشتق ما كانش مركز. كلام سليم؟ يبقى ده ايه؟ ده كده ايه؟ شرك بين وواضح وجلي للمبصر والكفيف. كلام سليم؟ طب انت مش بتعرف تشتق حصل ضرب دلتين؟ طب ما تيجي نعمل ده ايه؟ يلا بينا على المدينه. اشتقت الاولى ادي قطة مشتقتها سالب قطة زطة، سالب قطة س زطة س في الثانية زائد مشتقة الثانية مشتقة الزطة بسالب قطة تربيع، يبقى سالب قطة تربيع س في الأولى زي كده. أنت راجل جنجو، بس لسه ناقصك الذوق. الذوق بيقول تلم وتاخد مشتركاتك، يعني قطة صح؟ مش هيجرى حاجة يعني لما ناخدها. ولو خدت السالب في طريقك تبقى راجل طيب. خد اللي زطزطها. هل أنت عندك زطة هنا تتاخد مشترك؟ ولا آخد زطة وأروح أقسم ده عليها وأكعبرها؟ ما تاخد يا عم سالب قطة وتهدى. يبقى آخد سالب قطة سينا مستر، عشان دي مشتركة في الحدين. زطا في زطا عندكم في البلد بايه؟ خدت السالب يتبقى هنا موجب، خدت القطا يتبقى هنا قطا تربيع. الواد بقى اللي كان مركز معايا في القوانين اللي انا كنت بكتبها هنا، قال لا مستر ده زطا تربيع زائد قطا تربيع دي قانون.
مين فاكره؟ ما كانوش، ما كانوش والله، وربنا ما كانوا، ورحمة ستي ما كانوا، زاتة تربية زي القطة تربية ما كانوش ولا حاجة. ما تتفزلكش، ما تهريش، خلاص ما تبرمجش دماغك على ان انت لازم تلعب. هي خلاص خلصت لحد هنا يا باشا، خلصت ما فيهاش اي حاجة. الواحد زائد زاتة تربية بيساوي قطة تربية. فاخرك لو في قانون او لو في اثبات، مسألة فيها اثبات، هتشيل الزاتة تربية وتحط واحد زائد قطة تربية وخلافه، وانت خلاص مش مطلوب منك انك تحل مسائل فيها اثبات على اشتقاق الدوال المثلثية والحاجات دي. لان حتى المرة اللي فاتت قلت لك انت مش هتسأل سؤال صرف في اشتقاق الدوال المثلثية، امال هتسأل في ايه؟ درس الجاي كله معتمد على اشتقاق الدوال المثلثية، هتلاقيني بشتغل بيه. انما صرف هتاخد اشتق دوال، لا، في المشتقات العليا هيبقى فيها اثبات، هتحتاج اختصارات الدوال المثلثية. انما لحد هنا انت بتتعلم ايه الاساسي، بتتعلم جاست. انا عايزك تخرج من باب القاعده بتعرف تشتق دوال مثلثيه. حلو يا ابن عمي، الابداع ده سيبه لي انا. زوتو اس 5 س تا كيف هي سي هون نحلها ودي يا صاحبي. صوت شرطه بيساوي مستر، مش دي داله مثلثيه مرفوعه الاس؟ اه بيشتقوا ازاي مستر؟ خلي بعملها معامله قوس، يعني انزل الاس اضربه في القوس زي، بس بعد ما نقص من الاس بتاعه واضرب في مشتق ما بداخل القوس. شنو بداخل القوس؟ الزطا. شنو مشتقة الزطا؟ سالب قطة تربيع. واضرب في مشتقة الزاوية، مشتقة الزطا سالب قطة تربيع. بزاويتها زي، بالله عليك يا مؤمن انا عمال اقول بزاويتها زي وانت تقول لي ما هي بزاويتها زي. هلاقي واحد مشتق الزاويه جوه وازعله قوي قوي قوي. بره اضرب في مشتقه الزاويه اللي هي ايه؟ 3 س تربيع. تاني 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 تاني، ادي داله مثلثيه مرفوعه لاس، الزاويه مالهاش دعوه بالموضوع. بنزل الاس اضربه في الداله زي، نقصت من الاس بتاعها، والداله زي ما هي ايه بزاويتها زي ما هي، بطنها بزفتها بقطرانها بكل حاجه. ثم اضرب في مشتقة اللي كان جوه مين اللي جوه القوس؟ مش السين انت جايب، لا الداله، الداله كلها مشتقة الداله، مشتقة الزطا بسالب قطة تربيع بزاويتها زي. ثم اضرب في مشتقة الزاويه اللي هي 3 س تربيع. Anybody have any problem؟ الذوق بيقول ان احنا ناخد الخمسه والسالب والثلاثه نرزعهم على جنب هنا، سالب 15 س تربيع زطا اس 4 قطة تربيع. اوكي anybody have any problem؟ no. so you will تشوف دي ده قوس من العادي ده مستر، بنعرف نشتق. بيشتقوا ازاي؟ نقل بسيطة، هنزل الاس اضربه في القوس زي، وانا اقسم الاس واحد يبقى اس ست، ثم اضرب في مشتقة اللي جوه القوس، الأربعة مشتقتها صفر والسالب تلاتة تتركن، ومشتقة القطة سالب قطة زطا تضرب في السالب تلاتة، يعني يطلع موجب تلاتة قطة س زطا س. شفت الكلام؟ شفت الكلام يا ولا؟ تاني؟ تاني. مش ده قوس أس 7؟ مش ده قوس زي عندنا في البلد؟ بننزل القوس نضربه في القوس زي، نقص من القوس بتاعه، ثم اضرب في مشتقة ما بداخل القوس، مشتقة الأربعة بإيه؟ بصفر، مشتقة السالب 3 قطة س اركن السالب 3 على جنب، مشتقة القطة سالب قطة زطا، في السالب 3 يطلع موجب 3 قطة زطا. في مشكل؟ ما مشكلة. 7 في 3 ب 21، وأدي قطة س زطا س هتالي هنا. وأدي القوس 4 ناقص 3 قطة س. ضن الكل أس 6، الكل أس كام؟ طب والحته دي بسيطه بقى مستر، يعني عادي يعني جه تربيع بيشتقوها ازاي؟ انزل الاس ونقص من الاس واحد، نفس الحركه نفس الاكشن اللي انا كنت بعمله هنا، صح؟ يعني اعمل كده، ها 2 ج س ج س. اشمعنى؟ قال لي والله يا مستر انا نزلت الاس ونقصت من الاس واحد وضربت في مشتقه الجا، ومشتقه الجا جت، يبقى 2 في جا اس 1 ومشتقة الجاب جت، شكرا. طب كا جذر س ناقص 3 اللي برضه دي بسيطة، مشتقة الكا بكا بزاويتها زي، في ظا بزاويتها زي،
واضرب في مشتقة الزاوية. الزاوية هنا الجذر التربيع ل س ناقص 3 صح؟ مشتقتها تبقى بايه؟ مشتقة ما تحت الجذر على 2 في الايه؟ في الجذر. مشتقة ما تحت الجذر على 2، مشتقة ما تحت الجذر بواحد على 2 في الجذر اللي هو س ناقص 3 تحت الجذر صح؟ ما مشتقة الس بواحد والسالب 3 بصفر. حصل. وبكده بقى حضرتك خلصت الاشتقاق بتاعك. في حد عنده اي مشكله مع الكلام ده؟ معايا ولا مع الاسف؟ اما مستر انت قعدت تشرح لي ساعه في قوانين حساب مثلثات، انا ما استخدمتش ولا واحد منهم لحد دلوقتي. يعني مفيش قاعده من القواعد اللي قعدت تراجعها لي وتقول لي انها مهمه 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 انا استخدمت فيها حاجه لحد دلوقتي. تعال تعال بقى وانا اوريك. ايه رايك في ده؟ واحد ناقص زطا على واحد زائد زطا. ها؟ ملوش قاعده. ده ولا حاجه. ده حاجه على الابيض كده عادي برضه هتشتقه زي ما هو. الغرض ايه؟ اوعى تفتي، اوعى ترزع. انت بتعمل ايه وانت قاعد بتحل مسائل فيها احسن مثلثات زي كده او فيها قواعد بتاعة حساب المثلثات؟ رص قدامك الورق اللي مكتوب فيه القوانين ده او السبوره اللي فاتت دي. وتعمل ايه يا غالي؟ شايف ان ده ليه اختصار قدامك في القوانين انعم واكرم، ملوش، ما تقعدش ترزع كتير. يعني ده ممكن يختصر بس بطريقه معقده شويه. النهارده انا عايزك تعمل ايه؟ تعرف تشتق. عايزك فقط تعرف تشتق. يعني ده كده ممكن يتحط كسؤال اخطر وعقده لك شويه بقواعد من بتاعه حساب المثلثات، ولكن النهارده انا عايزك تكون بتعرف ايه؟ تشتق. واحده واحده. اشتق. اسم الدالتين بيشتقوها ازاي؟ قال لي بسيط. المقام تربيع وفوق مشتقه البسط في المقام. مش ده البسط؟ الواحد بصفر والسالب ركنته على جنبه والزطا مشتقتها سالب قطا تربيع في السالب يبقى موجب قطا تربيع س. دي مشتقه البسط في المقام زي اللي هو واحد زائد زطا س ناقص مشتقه المقام في البسط. مشتقه المقام مش الواحد مشتقته صفر والزطا سالب قطا تربيع؟ ادي سالب قطا تربيع. في البسط زي اللي هو واحد ناقص زطا س. طب ما حلوه رايقه هائله رائعه مدهشه جميله عظيمه. ايه يا مستر؟ انا كل ذوق واخلاق اخد قطه تربيع مشترك. حصل ولا ما حصلش؟ شايف قطه تربيع وقطه تربيع عيني يوم. خد لك قطه تربيع مشترك، سمحت لك يبقى واحد زائد زطا في الحد الاول صح؟ سالب سالب واحد ناقص زطا صح؟ على واحد زائد زطا الكل فركش. ما عنديش وقت. واحد وواحد يعني اتبقى في على واحد زي الزطا س الكل سعيد ومسعد اللي صلي على النبي يسعد. So you will save the earth and follow me. منظر اللي قدام حضرتك ده الراجل بيقول لك هات المشتقه الاولى. تعمل يا غالي؟ تشتق على ابوها كده. ده اسم الدالتين صح؟ تعرف تشتقه؟ بعرف جدا. بس لو كان عندي طريقه للاختصار ده هيخليني ايه؟ اكفأ وهيخليني اسرع صح؟ فاكر ده كان بيساوي ايه؟ هنا كده لما قلت لك ان ظا 2 س بيساوي 2 ظا س على 1 ناقص ظا تربيع وهي هي 2 ظا س على ظا تربيع ناقص واحد لما ضربت فوق وتحت في الايه؟ في الزطا تربيع صح؟ يعني عايز تقول يا مستر ان ده على بعضه كده هو عباره عن ظا 2 س من قوانين حساب المثلثات. ساعتها الاشتقاق بتاعه يبقى اسهل بكتير. حصل؟ مشتقة الظا 2 س هتقول لي بسيطة، أنا شلت من قدامك المشتقات صح؟ مشتقة الظا بقا تربيع وأضرب في مشتقة الزاوية اللي هي 2 س مشتقتها بكام؟ ب 2. يعني يطلع ب 2 ك تربيع 2 س. شكر الله سعيك. دن. طب ايه رايك في زطا جتا 3 س؟ ايه ده؟ هي دي زطا مضروبه في جتا يا مستر؟ لا دي زطا والزاويه بتاعتها هي مين؟ الجتا. الزاويه بتاعتها هي الجتا ايه؟ 3 س. طب ما دي سهله. انا لما بشتق بعمل ايه؟ بقول مشتقة الدالة اللي هي مشتقة الزطا بسالب قطا تربيع بزاويتها زي اهي جتا 3 س. في مشتقة الزاوية، مين الزاوية؟ جتا 3 س. بتعرف تشتق الجتا 3 س؟ اه طبعا. مشتقة الجتا
بسالب ج بزاويتها زي في مشتق زاويتها اللي هي بكام؟ بتلاتة. تاني قال لي زطا جتا تلاتة س، يبقى دي عبارة عن دالة مثلثية الزاوية بتاعتها على بعضها اسمها جتا تلاتة س، صح؟ مشتق الدالة المثلثية ازاي؟ مشتقة الدالة في مشتقة زاويتها. حصل مشتقة الزطا بسالب جتا تربيع بزاويتها زي، وبره اضرب في مشتقة الزاوية، الزاوية هنا اسمها ايه يابا؟ جتا تلاتة س، مشتقة الجتا تلاتة س مشتقة الجتا بسالب ج بزاويتها زي، واضرب في مشتقة الزاوية بتاعتها اللي هي بكام؟ بتلاتة. ده ذوق، ده أدب، ده احترام. سالب في سالب في تلاتة بموجب تلاتة، وادي الجا تلاتة سين اهي يا عم، وادي قطة تربيع جتا تلاتة سين. حلو؟ في حد عنده أي اعتراض؟ حلو. مشتقة الزطا بإيه؟ بسالب قطة تربيع. مشتقة الزطا بسالب واحد الواحد. انا اخترتك تشتق دي وده شرف ليك. اشتق يا بيه، انت جامد، انت جميل. ما انت لسه حلينا في الاسئلة يا ابني، ده ثابت. ده ايه قال كونستنت مشتقته بيه؟ مش لسه كنت بتحل اربع امثلة دلوقتي كان فيهم واحدة من دي؟ لا اله الا الله. فده مستر ما فيهوش سين تغيره، ده كده ما فيهوش سين، فلذلك ده عباره عن ثابت. عارف الزطا بقى على الاربعه يعني زطا 45، يعني المقلوب الزطا 45 يعني يطلع بواحد على واحد اللي هو بواحد، فالزطا 45 بكام؟ فعلى كل هل في سين؟ لا. يبقى مشتقته بايه؟ صفر. مشتقته بايه؟ يبقى ده كده مشتقته صفر. بينما هذا لا ده الزاويه بتاعته على بعضها اسمها باي على الاربعه س. مشتقه الزطا بسالب قطة تربيع بسالب قطة، يبقى سالب قطة تربيع بزاويتها زي باي على الاربعه س في مشتقه الزاويه اللي هي ايه؟ باي على الاربعه. طب ما كده مستر تبقى سالب باي على الاربعه قطة تربيع باي على الاربعه س، صح؟ يبقى عايزك تفرق بين ثلاث حاجات. ان انا اقول لك وليكن ايا كان، يعني زطا ايا كان، زطا باي على الاربعه باي على السته ايا كان، ده كده ثابت. او ان انا اقول لك زطا باي على الاربعه س، ده كده مستر في متغير اهو، والباي على الاربعه س مشتقتها باي على الاربعه، مش الخمسه س مشتقتها خمسه، والباي على الاربعه س مشتقتها باي على الاربعه. او ان انا اجي اقول لك كده ص بتساوي زطا باي على الاربعه، بص بقى كده س، مين يقول لي مشتقة دي؟ انا كده عملت ايه؟ ثابت في س، صح؟ زطا باي على الاربعه ده ثابت لوحده، مضروب في ايه؟ في س. مشتقة السبعه س بايه؟ بسبعه. مشتقة الزطا باي على الاربعه مضروبه في س بزطا باي على الاربعه. حصل؟ يعني دي كده مستر مشتقتها بزطا باي على الأربعة. عايزك تفرق بين الأربع حاجات، بين الثلاث حاجات دول. ضن؟ يجي الراجل هنا يقول لك ص بتساوي 2 س جا س جتا س. أو جاد، أي كانت بليف يو سي ذات رايت ناو، أي هاف 3 دالة. بط أي آخري أشتق حصل ضرب إيه؟ دالتين. تو بي أونست، لكي أكون أمينا، في قاعدة تقدر تشتق بيها حصل ضرب ثلاث دوال. ليست مكررة عليك بس بسيطة. بص يا عم، لو كان معاك ص بتساوي دال واحد في دال اتنين في دال تلاتة يا عم، فالمشتقة الأولى بتاعتها بص دال واحد شرطة دال اتنين دال تلاتة زائد دال واحد دال اتنين شرطة دال تلاتة زائد دال واحد دال اتنين دال تلاتة شرطة. اشتق واحدة ثبت الاتنين التانيين، اشتق التانية ثبت الاثنين التانيين، اشتق التالتة ثبت الاثنين التانيين واجمع، دي مشتقة حاصل ضرب ثلاث دوال. حلو؟ اسمعني بقى، فأنت تعرف بس ده يبقى اسمه يعني فاهم يعني، ما أنا عندي قاعدة تختصر لي الموضوع، صح؟ ما أنا قعدت طلع عين أهلي هنا لي في صبورتين قواعد حساب مثلثات قواعد حساب مثلثات قواعد حساب مثلثات قواعد حساب مثلثات. ما هو مستر بدل ما اقعد اهري الهري ده كله واطول،
ما انا ممكن اخد اتنين جا سين جا تسين على جنب من قوانين حساب الترنجلات. الاتنين جا سين جا تسين بتساوي اصلا ايه؟ جا اتنين سين بتساوي ايه؟ او جاد. يعني يا غالي تقدر تشيل ده مع الرجالة دول وتحط مكانه جا اتنين سين فتصبح الدالة هكذا سين في جا اتنين سين سين جا ايه؟ كده بقت ابسط ولا لا؟ حياتك بقت احسن بكتير ولا لا؟ حسيت فعلا بالتغيير ولا لا؟ يعني لما تيجي تشتق تقول مش ده حصل ضرب دالتين مشتقة الاولى في التانية زي زائد مشتقة التانية في الاولى زي اوعى تضرب السين دي جوه تتحبس الزاويه مالهاش دعوه بحاجه. فمن الارجح بنقول واحد في جا 2 سين بجا 2 سين انك تكتب السين دي هنا زائد 2 سين جتا ايه 2 سين. اتس اوكي اني باري هاف اني بروبلم نو سي ات لاودر نو نو نو. ما هذا ما هذا؟ واحد ناقص اتنين جا تربيع نص سين ده اسمه ايه؟ ده جتا سين صح؟ ما هو الجتا اتنين سين كان بواحد ناقص اتنين جا تربيع سين. ما هو الجتا اربعة سين بواحد ناقص اتنين جا تربيع اتنين سين. طب واحد ناقص اتنين جا تربيع نص سين ده بجتا ايه؟ سين اصلا. انا بعرف اشتقه زي ما هو بس بقى ايه؟ هنزل الاس وناقص الاس واحد واضرب في مشتقة الجا نص سين اللي هي بنص جتا اتنين نص سين واقعد الم. طب ليه؟ ما انا عارف وانت عارف ان دي على بعضه جتا سين من قوانين حساب الترنجلات. So if you want the مشتقة it will be سالب جا سين. صارحني ان كان لديك مظلمة فضعها في الصندوق. ما مظلمة؟ نروح بقى لشوية اسئلة يخطر هتعلمك الادب شويه. ادي صار بزا سين زائد تلت زا تكعيب سين فان ضل صد دال سين بيساوي ايه اس 4؟ قال لك ايه يعني اس 4؟ قال لي والله بسيطه. انا راجل فلاح بسيط لا اسعى لفلسفه الاشياء بل اسعى الى تبسيطه. هعمل ايه يا ابن عمي؟ هشتق. هعمل ايه؟ اي حد في الدنيا هيروح يعمل ايه؟ وتفرج مين رب اسمه الكريم ما بينساش حد. هيا بينا يا فاطمة. مشتقة الظا عندكم في البلد بإيه؟ بكتر بي وعندنا زيكم. طب دي بيشتقوها إزاي؟ بنزل الأس 3 في تلت بواحد يبقى واحد في الدالة زي ما هي بعد ما نقص من الأس بتاعها واحد ثم أضرب في مشتقة الدالة. الدالة نفسها اسمها إيه؟ ظا. مشتقة الظا كتر بي. مشتقة الظا ك إيه؟ في حاجة من دول في الاختيارات؟ يبقى المفروض أعمل إيه دلوقتي؟ ابسط بقى. اعمل ايه؟ اتبع قواعد الذوق العام. ها قولي لي ابسط ازاي؟ يعني انا شايف ان القطر بيع ينفع تتاخد مشترك وهتفرج هنحلو هناكل عيش ان شاء الله. خد قطر بيع يبقى هنا ايه؟ واحد زائد ذوق ايه؟ الله ربي. يو ريمبر ان الواحد زائد ذوق تربيع كان بيساوي قطر بيع من قوانين حساب الترنجلات. من قوانين حساب الترنجلات الواحد زائد ذا تربيع بيساوي ك تربيع ايه؟ سي. يعني انا اقدر يا مستر اشيل ده واحط مكانه ك تربيع يبقى ك تربيع في ك تربيع يطلع مع حضرتك بقاء اس وبذلك يكون الاجابه الاختيار رقم ها مين قال دال؟ مين موافق على دال؟ جدع دال دي كاس 4. انا بقول لك هي المشتقه بتساوي ايه اس 4؟ ايه اس 4؟ حلو؟ فتبقى شحط كبير ما شاء الله عليك في ثالثه ثانوي بتعرف تشتق وبتعرف تختصر وعارف قوانين حساب الترنجلات وكل حاجه ووصلت الناتج نهائي بس لمجرد انك ما قريتش السؤال كويس وبتكروت تروح تختار اختيار غلط يحبسك يوديك في داهيه. لا هي ق اس 4 فالاختيار ايه؟ ب. انما دال دي معناها ايه؟ معناها ان المشتقه بتساوي ق اس 16.
قص 4 قص 4 يعني قص 16. حلو يا غالي؟ فعايزك تكون بتقرا السؤال كويس. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اسئله اختر ما بتتحطش كده. امال بنعمل فيها ايه؟ لو انا حابب ارخم عليك قوي بحط لك سؤال اختر، عارف انا بعمل ايه؟ انا عارف انت بتغلط في ايه، ما انا كل يوم بشوف اشكالك. يعني ما انت كل يوم بتغلط قدامي، فانا عارف انت بتغلط في ايه. فاروح عامل ايه يا غالي؟ احل السؤال 4 مرات. مره اعمل زيك انسى اشاره، مره اعمل زيك اقول اه هو مش هيقرا السؤال كويس، مره اغلط في غلطه من الحاجات العبيطه اللي انتوا بتغلطوا فيها. الثلاث مرات دول احل بنفس الخطا بتاعك واطلع ايه؟ ناتج، واروح حاطه فين؟ في الاختيارات. ومره احل صح واحط الناتج الصح. ليه بقى؟ عشان مهما تغلط تلاقي اجابتك، مهما تغلط. طب انت بتعمل معايا كده ليه يعني؟ ده دي انت بتسيكب عليا يعني، دي سيكوباتيه. اما انا سايكب عليك النهارده احسن ما هو سايكب عليك في الامتحان. اما انا اعمل معاك كده النهارده، يبقى حضرتك تحرص وتكون راجل محترم، بتقرا سؤالك كويس، بتركز في كل تفصيله. اقع النهارده، اغلط النهارده قدامي احسن ما تروح تغلط فين؟ هناك. معايا ولا ما جاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كوباي على الاربع. هفكر زيك بقى، انا عامل ايه دلوقتي؟ هفكر زيك. كوباي على الاربع زائد ه ناقص كوباي على الاربع على ه لما ال ه تقترب من الصفر. هو انا مش عارف ده هعمل فيه ايه، انا اصلا ما بعرفش اجيب نهايات. بس انا فاكر ان ده شبه القانون بتاع معدل التغير، صح؟ كانها دالت س زائد ه ناقص دالت س على ه، صح؟ فهو شبهه. فاستنى بس، في ايه؟ اصبر يا ابني، اصبر يا ابني، يا ابني اصبر يا حبيبي، يا ابني اصبر. انا قلت بفكر زيك دلوقتي مش كمدرس، انا ما اعرفش حاجه، انا راجل فلاح زيك، انا لسه بفكر زيك دلوقتي. فانا شايف انه شبه القانون بتاع معدل التغير، بس مش عارف اربطهم ببعض لان انا مش كاتب القانون. طب اهو القانون بيقول انها داله س زائد ه ناقص دالت س على ه لما ال ه تقترب منه. طب لما يقول لي ك س زائد ه ناقص ك س على ه، يبقى الداله اسمها ايه؟ ك س. الداله اسمها ايه؟ يبقى انا هفترض انه في دالت س بتساوي ك س. اذا هو عايز مشتقه الك، بس هو شال، يبقى اللي قدامي ده كده هو الضال شرطه، صح؟ بس هو شال السين وحط باي على الاربعة. هل ده من البداية؟ هو كده عايز مشتقة الكا باي على الاربعة؟ لا، هو عايز يعوض عن سين بباي على الاربعة بعد الاشتقاق. بعد ايه؟ يبقى المطلوب اللي قدام حضرتك ده ما هو الا ده الشرطة باي على الاربعة. ده الشرطة يا غالي؟ باي على الاربعة. مين الدالة؟ كوسين. تروح انت تهري في الكلام ده ولا تعمل ايه؟ مش معاك الدالة اسمها كوسين؟ يبقى ده الشرطة سين بيساوي ايه؟ قاسم في زاسي يا مستر. لا، هو عايز ده الشرطه باي على الاربعه. عيني يوب، يبقى ده الشرطه باي على الاربعه يا حبيبي خاله، بيساوي كو باي على الاربعه في زا. الكا باي على الاربعه عندنا في البلد بجذر 2، وان شاء الله عندكم زينا يطلع الكلام ده بجذر 2. معايا ولا مع الاسف؟ تاني تاني. بص يا غالي، بقول لك ايه؟ افرض هو كان كاتب هنا س س، خلاص حلو كده، مش كاتب بقى على الاربعه. لو قال لي انا عايز انها ك س زائد ايه ناقص ك س على ه، ده معناه انه كان في داله اسمها ك س، او الداله نفسها القاعده بتاعتها ك س، وهو عايز ايه؟ معدل تغيرها، يعني عايز مشتقه الايه؟ الكا، عايز مشتقه بس عند اي نقطه عليها، لانه ما شالش السين وحط حاجه، يبقى عايزها بداله السين عادي جدا. طب لما يقول لي يشيل السين ويحط بقى على الاربعه، يبقى عايز المشتقه، وبعد ما اشتق ابقى اشيل السين وحط بقى على الاربعه. يبقى دي الداله اشتقتها، شلت السين وحطيت بقى على الاربعه، وحسبت حسبه الجريمه. دون اني باري هاف اني بروبلم؟ نو. اوكي، ما هذا؟ شمستر حضرتك قلت لي في مدخل التفاضل ان دال على دال س، او يقول لي دال دال س ويفتح لي قوس، معناه انه عايز يشتق اللي جوه القوس بالنسبه لس، مش ده اللي قلناه؟ انا هبدا اشتق، بس انا شايف ان جوه
تكررت هذه العمليه مره اخرى صح؟ قال لي لا، طب ما تيجي بقى نعمل حاجه لطيفه، سيبك من اللي بره ده دلوقتي وتعالى نخلص الموضوع اللي جوه الاول، وبعدين الناتج نبقى نعمل فيه ايه؟ نشتقه. الناتج نبقى نعمل فيه ايه؟ يلا بينا. يبقى عادي جدا انا راكن الدلدل سين اللي بره دي، والسين تربيع انا لسه ما عملتش فيها حاجه زي ما هي. هنا بيقول لك اشتق اللي جوه القوس، مشتقة السين بايه؟ بواحد. مشتقة السين بايه؟ ومشتقة القا بقا سين في ظا. ايه ده؟ بيقول لك اشتق اللي جوه القوس. يلا. مشتقة السين تربيع، ومشتقة الواحد، ومشتقة القا سين في ظا سين. هذا حصل ضرب دالتين، مشتقة الأولى في الثانية. يعني قاسين في زاسين اللي هي مشتقة الأولى في الثانية زي اللي هي زاسين، زائد مشتقة الثانية في الأولى مشتقة الظا بقا تربيع سين في الأولى زي اللي هي قاسين. طب بعد الاختصار هتبقى 2 سين زائد قاف ظا في ظا، يبقى قاسين ظا تربيع سين زائد قا تكعيب سين. هل حضرتك شايف الكلام ده في الاختيارات؟ ما حصلش. هل الكلام ده في الاختيارات؟ يبقى المفروض اعمل ايه؟ نلعب بقى، نجيب قوانين حساب الترنجلات ونلعب بيها. هنلعب ازاي؟ ايه اللي ممكن يتعمل هنا؟ بص معايا كده فكر، ايه اللي ممكن يتعمل؟ يعني ممكن اخد قوة مشترك من الحدين دول صح؟ خصوصا ان يعني ادي 2 سين، ادي 2 سين، ففي ثلاث حدود او ثلاث اختيارات فيهم 2 سين مركونه على جنب. يبقى انا ممكن اخلي ال 2 سين دي هنا واخد ك، ما هي المشتركه. يبقى هنا ايه؟ ظا تربيع. ويبقى هنا ايه؟ ك تربيع. يبقى هنا ايه؟ مش موجود برضه في الاختيارات صح؟ بص بقى انا بفكر ازاي في سؤال اختر زي ده. على ما يبدو ان انا يا هشيل الظا تربيع واجيبها بدلاله القا تربيع، او هشيل القا تربيع واجيبها بدلاله الظا تربيع، وانا عارف انهم قرايب من القانون بتاع واحد زائد الظا تربيع بيساوي قا تربيع من قوانين حساب المثلثات صح؟ بس انا هتصرف ازاي؟ ده هيرجع للاختيارات. بص هنا دي فيها قا في ظا، دي مش جايه دي، انت فاهم تحسها كده ايه يعني قا في ظا، ده عمره ما هيختصر انه يبقى قا في ظا صح؟ فاشل. طب ده في قا تكعيب وقا، قا تكعيب وقا، اكيد الموضوع كله رايح في اتجاه مين؟ القا رايح في اتجاه مين؟ يبقى هشيل الظا تربيع واجيبها بدلاله القا تربيع، اشيل الظا تربيع واجيبها بدلاله. طب ما خلاص يا مستر، من قوانين حساب المثلثات انا عارف وانت عارف وكلنا عارفين ان الظا تربيع س بيساوي قا تربيع س ناقص واحد. حصل. يبقى شيل الظا تربيع س وحط مكانه ق تربيع س ناقص واحد، فيطلع المنظر عامل كده. ادي 2 س بلس ق س، افتح قوس، شيل ده وحط ق تربيع ناقص واحد، يبقى ق تربيع ناقص واحد زائد ق تربيع ب 2 ق تربيع س، وادي الناقص واحد. موجود؟ موجود؟ يا ابني موجود؟ لا، اخبط ده جوه يا عم، اخبط القا تاني جوه. نورانا حاجة؟ قا في 2 قا تربيع ب 2 قا تكعيب. طب قا في سالب واحد بسالب قاسين. ايه ده؟ موجود في ب؟ موجود في ب، شكر الله سعيد. استراتيجية التعامل مع سؤال الام سي كيو بتحتاج من حضرتك انك بعد ما تطلع الناتج تبص على الاختيارات. العب. بص على الاختيارات وشوف انت محتاج تعمل ايه. ما تروحش تعك. يعني في واحد كان هيقول لي من شويه، طب ما دال كان ممكن اخلي فيه ظا تربيع. يا باشا الاختيارين، في اختيارين فيهم قا، يبقى اروح لمين؟ دول اللي فيهم الاحتمال الاكبر، يبقى اروح لمين؟ لحته القا. عملتها وما نفعتش، ايه المشكله؟ ارجع بدل ما انا شلت الظا تربيع وحطيت مكانها قا تربيع ناقص واحد، مش هيجرى حاجه لما اشيل القا تربيع واحط مكانها واحد زائد الظا تربيع صح؟ وأجرب تاني. معايا ولا ما جيش؟ السؤال ده جه في 2021. الراجل قال لك إذا كانت ص بتساوي
جذر التربيع الاثنين في كوسين زائد زوسين، حيث سين بتنتمي للفتره من صفر الباي على الاثنين. طبعا انتوا انا عارف الحاجات دي بالنسبه لكم ايه، صح؟ ما تبصوش انتوا على الشروط دي. فان واحد على صاد فضل صاد ده سين، وات كان اي دو. خلينا افسر لك الشرط ده الاول. ينفع تحت الجذر التربيعي يبقى فيه سالب؟ اذا انا بص الدقه بتاعت الناس بتوع الرياضيات بيعملوا ايه. اول راجل كان دقيق جدا في كلامه، قال لك يا ابن عمي الزاويه بتنتمي للربع الاول من صفر الباي على الاثنين يعني من صفر ل 90، عشان اضمن ان القال اللي هي مقلوب الجتا تطلع موجبه والظا تطلع يبقى جمعهم يطلع موجب. تحت الجذر يبقى انا في الامان، انما ينفع يبقى في الربع الثاني والا تطلع القال سالبه ما هي مقلوب الجتا فتطلع سالبه في الربع الثاني والظا برضه سالبه يبقى مجموعهم سالب. ينفع؟ يبقى كان لازم احط الشرط ده عشان راجل بتاع رياضيات، راجل دقيق. خلاص يا مستر فهمت الشرط اللي عايز تقوله، وريني نحل ازاي. انت عايز ايه؟ واحد على صاد في الدرسات ده سين، صح؟ اي حد في الدنيا هيعمل ايه الاول؟ هيروح يجيب الدرسات ده سين، يلا بينا على المدينه هات الدرسات ده سين. ايه ده جذر تربيعي صح؟ مشتقة ما تحت الجذر دي اتنين افتح قوس، مشتقة القا بقا سين ظا سين زائد مشتقة الظا اللي هي بقا تربيع ايه؟ على اتنين في الجذر شخصية قوسين زائد زوسين. أهل بقول لك يا مستر عارف عارف ايه اللي نفسك تعمله فوق؟ اخد قا اخد مين؟ حلو. لو خدت قوسين هيطلع فوق في زوسين زائد قاسي وتحت جذر اتنين في قوسين زائد زوسين. ده مش موجود في الاختيارات يا ابن الله يستر. انا عايز واحد على صاد في الضل صاد ده سين، فانت جبت حته، انت جبت له الضل صاد ده سين، روح اضربها في واحد على صاد بقى، روح اعمل فيها ايه؟ اذا الواحد على صاد في الضل صاد ده سين يعني واحد على الجذر التربيعي الاثنين افتح قوس قوسين زائد زوسين في قوسين زائد قوسين على الجذر التربيعي الاثنين في قوسين زائد زوسين. اما بضرب كسرين في بعض بعمل ايه؟ بضرب فوق وبضرب. طب ما رايقه. اما اضرب فوق يطلع قوسين في زوسين زائد قوسين. طب لما اضرب تحت قال له مستر جذر في جذر تربيعي يديني اللي تحت ما دام حاجه واحده، صح؟ وجذر تربيعي يعني يطلع الكلام ده باتنين في قوسين زائد ظا مش موجود في الاختيارات ده يا مستر. يا راجل يا محترم يا متعلم مش ده هو هو ده؟ لا يا مستر ده ظا زائد قا وده قا زائد ظا. يا ابن النبي انا تعبان، ما هو الجمع ابدالي، ما هو ده هو ده. ماتوا ولا ما ماتوش؟ يطلع الناتج معاك ايه؟ قوسين وهتنسى الاثنين. طب قوسين على الاثنين، يعني من الاخر الناتج بتاعنا بنص القوسين، بنص الايه؟ ضن. في حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ سايف الارض. بيعملوه ازاي عندكم في البلد؟ قال لك والله عشان تشتق داله مقياس، عشان تعمل عليها اي عمليه زي ان ص يكون بيساوي مقياس السين، فعايز تجيب مشتقتها، فانا قلت لك دي قاعده بس هعمل فيها ايه؟ هثبتها، ثم بعد كده هنستخدمها كايه؟ كقاعده. عشان تجيب مشتق داله مقياس عشان تعمل فيها اي حاجه لازم تعيد تعريفها. اعيد تعريفها ازاي؟ قال لك رقم واحد بتاخد اللي جوه المقياس تساويه بالصفر، قيمه س اللي هتطلع معاك تسمى بصفر المقياس، ثم بتقسمها لحتتين. بتقول كده ان ص بتساوي مره بتاخد اللي جوه المقياس بالموجب ومره بالسالب. هنا قال لك لما السين اكبر منها ويساوي الصفر، وهنا قال لك لما السين اصغر من الصفر. اشمعنى؟ ما فاهمش، ما خبرش، ما قال لك والله انت يهمك ايه؟ مقياس السين يهمك انه دايما يطلع ايه؟ موجب. لو سين بخمسه مقياسها بكام؟ لو سين بسالب خمسه مقياسها بكام؟ فانا عدت تعريفها بس بالشكل ده
على ان الصاد هتكون بتساوي يعني الدالة هتكون هي قيمة سين، بس في حالة ان كانت سين اكبر من الصفر يعني موجبة. يعني لو السين بخمسة الصاد تطلع بكم؟ بخمسة. لو السين بسبعة هتعوض في القاعدة دي فيبقى سبعة. لو السين بتلتاشر ما عنديش مشكلة، ما هو هنا بتحط قيم سين اللي اكبر من الصفر او يساوي الصفر، ما عنديش مشكلة. لو سين بصفر هيطلع صاد بصفر، في مشكلة لحد دلوقتي؟ طب القاعدة دي بقى قال لك والله لو كانت قيم سين اصغر من الصفر فالقاعدة تعرف على انها سالب سين. ليه؟ لو السين بسالب اتنين هتعمل ايه؟ هتشيل سين وتحط سالب اتنين، مش يطلع سالب سالب اتنين بموجب ايه؟ فبالفعل ما هو مقياس السالب اتنين بموجب اتنين، صح؟ سين بسالب سبعة يبقى سالب سالب سبعة. يبقى فهمت اعادة تعريف دالة المقياس؟ ثم هبدأ اعمل اشتقاق. هبدأ اعمل ايه؟ طب يا مستر انت هنا حاطط يساوي جنب الصفر، يعني هنا اضم الصفر للقاعده اليمنى؟ اه. طب ليه مش اليسرى؟ اتس اب تو يو، اتس نوت ماي بزنس. دي اسمها قاعده يمنى، على يمين الصفر اكبر من الصفر، ودي اسمها قاعده يسرى. طب ليه ما احطش اللي يساوي في القاعده اليسرى؟ اتس اب تو يو، اتس نوت ماي بزنس. الله، يعني احط صفر المقياس فوق او تحت ما عنديش مشكله، احط اللي يساوي فوق او تحت ما عنديش اي مشكله؟ اه. طب ينفع احطه في الجهتين؟ مين جامد ذاكر الداله هيقول لي هل ينفع احطه في الجهتين ولا لا؟ مش هينفع. ليه؟ عشان مش هتكون دالة، لأن أنا لو حطيت صفر فوق وصفر تحت أصبح للدالة قيمتان، لصاد قيمتان عند سين واحدة. سين بصفر هنا تطلع قيمة، وسين بصفر هنا تطلع قيمة، وهنا لا تصبح دالة. يبقى أنا بحط اللي يساوي يا إما فوق يا إما اتس اب تو يو، اتس نوت ماي بزنس. بط لما تيجي تشتق هتعمل إيه؟ قال لي لا بسيط، هقول صاد شرطة بيساوي مشتقة السين ب بواحد ومشتقة السالب سين. طب هنا قال لي لما السين اكبر من الصفر، وهنا قال لي لما السين اصغر من الصفر. يا ابني فين اللي يساوي؟ قال لي لا 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 لا، الصفر كان بينتمي لمجال الداله شخصيا، انما هل الداله قابله للاشتقاق عند سين بيساوي صفر ولا لا؟ دي نقطه بترجع لايه؟ هل مشتقه يمنى بتساوي يسرى ولا لا؟ مش ده اللي قلناه في مدخل التفاضل؟ يبقى انا بعمل ايه؟ بجيب قيمه المشتقه اليمنى والمشتقه اليسرى، لو بيساووا بعض يبقى الداله قابله للاشتقاق عند النقطه اللي بتفرق القاعدتين، ولو ما بيساووش بعض اللي هم المشتقه اليمنى والمشتقه اليسرى يبقى الداله هنا غير قابله للاشتقاق. بمعنى مش دي يمنى؟ المشتقه اليمنى على يمين الصفر بكام؟ مش دي يسرى؟ اليسرى بكام؟ ما بيساووش بعض، صح؟ يبقى الداله مالها؟ غير قابله للاشتقاق، غير موجوده، يعني المشتقه غير موجوده. وده امتى؟ لما السين تكون بتساوي صفر. لما السين تكون بتساوي ايه؟ حلو. فقال لك احنا ممكن نمسك الصيغه الرياضيه دي كلها ونختصرها في المنظر ده، نقول ان صاد شرطه هتساوي سين على مقياس سين. ليه؟ كده كده الصفر بره مجال المشتقه، يعني ما ينفعش سين تبقى بصفر والا يبقى غير ايه؟ معينه، تبقى غير. ولو عدت تعريف مقياس السين هيعاد تعريفه على انه سين او سالب سين، وساعتها يبقى سين على سين يطلع بكام؟ بواحد اهو. او سين على سالب سين يطلع بسالب واحد اهو. يعني انا ينفع اختصر المنظر ده في ان انا اكتبه ايه؟ كده. يبقى خلاص يا مستر، لو صاد بتساوي مقياس السين فان ضل صاد ضل سين بتساوي سين على مقياس السين، ضل صاد ضل سين بتساوي سين على مقياس. وبناء عليه تعالى بقى هنا، مش انت بتشتق ق مقياس سين؟ اه. يبقى لو ص بتساوي ق مقياس سين انا بعمل ايه عشان اشتق؟ بقول مشتقة الدالة اللي هي ق مقياس سين في ظ مقياس سين، ما مشتقة الق كظ بزاويتها زي، واضرب في مشتقة الزاوية. مين الزاوية؟ مقياس السين. ومشتقة مقياس السين بايه؟ يبقى سين على مقياس سين. يعني من الاخر الاجابة هنا تبقى رقم جيم، الإجابة هي الاختيار رقم ضن. معايا ولا مع الأسف؟ يبقى مقياس سين مشتقتها سين على مقياس. طب خد الحتة اللي جاية دي بقى، إيه ده؟ بقول لك إذا كان سين أكبر من الصفر وأصغر من باي على الاتنين. طبعا برضه زي ما قلت لك الشروط دي بالنسبة لكم إيه؟ بلح، ما بتقراهاش أنت صح؟ هتتحبس ورحمة ستي لا تنحبس بسبب الشروط الصغيرة دي، وهتدرك ذلك من هذه المسألة. قال لك فإن
او اذا كان دلت جا س بتساوي ا في جتا س حيث ا ثابت وكان ضل شرطه 3 على 5 بيساوي سالب 6 فان ا. انا مش فاهم اي حاجه اصلا. مش فاهم ايه اللي حضرتك بتقوله ده. مش انا لما جيت اتكلم يا باشا في مدخل التفاضل شرحت لك حاجه اسمها تركيب دلتين وقلت لحضرتك الاتي: لو معانا ص بتساوي د س وعين بتساوي ر س فان ص تركيب عين ص سيرك العين دي اسمها تركيب الدالتين هي هي لما تقول د تركيب ايه ر هي هي لما تقول ايه دلت ر س بالبلدي كده يا مستر انت تقصد ايه في تركيب دالتين؟ قال لك يا باشا من اسمه اسمه تركيب دالتين. لو معاك د س بتساوي وليكن س تربيع او 2 س تربيع زائد 5 س زائد 4 ومعاك ر س بتساوي 6 س زائد 1. عارف يعني ايه تعمل د تركيب ر؟ د تركيب ر يعني بالبلدي تجيب دلت ر س. هو انا لو قلت لك هات دلت بتنجانه هتشيل كل س وتحط بتنجانه صح؟ طب قلت لك هات دلت ر س هتشيل كل س وتحط مكانها ر س. يعني اثبت د اهي اشيل السين دي واحط مكانها ر س على بعضها صح؟ مش ر س ب 6 س زائد 1 يبقى 2 افتح قوس شيل السين حط 6 س زائد 1 ادي 6 س زائد 1 الكل زائد 5 شيل السين واحط 6 س زائد 1. طب والاربعه؟ مفيش جنبها سينات خلاص يا مستر. حلوه غالي؟ يبقى ده ما يسمى بتركيب دالتين. طب بقول لك ايه؟ لو قلت ر تركيب د يبقى ده معناه ايه؟ ر دالت س. يبقى مين اللي هيتم التعويض فيها؟ ر. مين اللي هيتم التعويض فيها؟ يعني الكلام ده بيساوي هثبت دي واشيل كل س فيها واحط ده كلها. الله، مش دي 6 س؟ يبقى دي 6 شيل الس وحط كل اللي فوق ده 2 س تربيع زائد 5 س زائد 4 زائد الايه؟ الواحد. معايا ولا ما جتش؟ حلو خلاص يا مصر فهمت. حضرتك برضو عايز توصل لفين؟ عايز اوصل للاتي بقى. ده التركيب، اشتقاق التركيب. قال لك والله يا ابن عمي انت لو جبت اشتق الداله دي مثلا دي اللي قدامك، عارف انت بتشتق بتعمل ايه؟ اشتق قوس عادي جدا، نزل القوس وتنقص من القوس واحد، ده معناه انك اشتقيت المتغير ده ثم بتضرب في مشتقة ما بداخل القوس صح؟ بتضرب في مشتقة ما بداخل. ففي اشتقاق التركيب احنا بنعمل كده. قال لك لو عايز تجيب ص تركيب عين شرطه، يعني عايز تشتق ص تركيب عين اللي هو داله ر س شرطه صح؟ قال لك عارف دي مشتقاتها بتساوي ايه؟ ده الشرطه ر س اللي هو مشتقه المتغير د وبتضرب في مشتقه ما بداخل القوس اللي هو ر شرطه س، بتضرب في مشتقه ما بداخل القوس اللي هو اسمه ر شرطه ايه؟ س. ده ايه علاقته بده؟ ما هو يا غالي انا شايف ان هنا في تركيب، عارف ده كان عباره عن الاتي. كان في دالة اسمها دال س، معرفش والله كانت عاملة ازاي. وفي دالة تانية جا س. في دالة تانية اللي هي ر س بتساوي جا س مثلا. عملت لهم تركيب فأنا قلت دالة ر س يعني دالة جا س. ورحت معوض فطلع الناتج النهائي بتاعي بإيه؟ بألف جتا س. طلع الناتج النهائي بتاعي بألف جتا. يبقى دي أصلاً هي عبارة عن تركيب دالتين، دالة معرفهاش مع مين؟ مع دالة اسمها إيه؟ جا س. الناتج النهائي طلع معايا كده. بعد الاختصار والحكايه والروايه طلع معايا بألف جتا س. حلو؟ اداني معلومه. هو قال لي ان الألف ثابت، وقال لي ان انا لما جبت ضل شرطه 3 على 5 يعني جبت المشتقه وشلت الجا س وحطيت مكانها 3 على 5 طلع الناتج بسالب 6، تعرف تطلع لي ألف؟ قال لي اعرف جدا، اعرف خالص. ازاي؟ قال لي يا عم هجيب الضل شرطه الاول وبعدين تفرج لينا رب اسمه الكريم، صح ولا انا غلطان؟ طب يلا بينا نجيب الضل شرطه. قال لي بص، ما هو دالة جا س بتساوي أ في جتا س صح؟ إيه رأيك يا مستر باشتقاق الطرفين بالنسبة لس؟ يلا، مشتقة
الدال بدل شرطة صح؟ واسكت؟ قال لك لا، في مشتقة ما بداخل القوس. مشتقة الجاه بجت، مشتقة الجاه. طب والناحية التانية ألف في جتا سين تبقى سالب ألف جا سي، أصل مشتقة الجتا بسالب جا يتضرب في الثابت يبقى سالب ألف جا إيه؟ سي. أرجع أحط المعلومة اللي هو قال لي عليها. هو قال لي إنه ضل شرطة 3 على 5 بيساوي سالب 6، ضل شرطة 3 على 5 بيساوي إيه؟ حلو. فحمد قال لي إيه؟ يبقى أشيل سين وأحط مكانها كام؟ أشيل سين وأحط 3 على 5؟ قال لي لأ، ده انا عايز اشيل الجسين واحط مكانها ايه؟ 3 على 5. يبقى بوضع الجسين بتساوي ايه؟ 3 على 5. طب خلاص، وانا هشيل الجسين واحط 3 على 5، يبقى اشيل الجدي واحط مكانها، يبقى عندي مشكله هنا. الجتا اجيب منين الجتا؟ قال لك بسيط، لما تكون الجتا 3 على 5 يبقى الجتا بايه؟ ب 4 على 5 او بسالب 4 على 5. واي واي واي، تعالى هنا يا باشا، يا باشا تعال. انا قلت لك ان في جا زاويه بيساوي 3 على 5، اذا تقدر تعمل نسبه مثلثيه بتقول ان وليكن دي الزاويه، الجا بتاعها اللي هو مقابل على وتر ب 3 على كان ممكن ب 6 على 10، دي مش معناه الاطوال دي، ولكن النسبه بينهم ب 3 على 5. يبقى المجاور بكام؟ طب بتجيب المجاور ليه؟ عشان عايز الجتا. حصل. اذا جتا س هتساوي ايه؟ مجاور على وتر ب 4 على. امال ايه يا مستر اللي حضرتك قلته من لحظتين ده؟ انها ممكن تكون بسالب 4 على 5. اقول لك بقى، مش سالتني اجاوب بقى. مين قال لك ان الزاويه س كانت زاويه حاده؟ اللي هو قال النصين. شفت الشرط اللي انت بتسيبه؟ هو ده اللي قال لك ان الزاويه كانت حاده. ايه ده يا مستر؟ هي ممكن تبقى منفرجه والجاب بتاعها ب 3 على 5؟ امال ما هي لو الزاوية منفرجة يعني موجودة في الربع الثاني، مش الجا برضه بتبقى موجبة؟ يبقى أنا لما أقول لك جا ب 3 على 5، هل أنا كده قلت لك إن الزاوية حادة؟ هل أنا كده قلت لك إن الزاوية منفرجة؟ هل أنا كده قلت لك بتنتمي لربع أول أو ربع ثاني؟ لا، ده أنت عندك احتمالين صح؟ يبقى لما تيجي تجيب الجتا بتاعها موجبة في الربع الأول سالبة في الربع الثاني، يبقى لازم تتأكد الزاوية بتاعتك موجودة فين؟ ترجع للشرط اللي قلت لك هيحبسك كمان شوية. فالشرط ده بيقول لك ان الزاويه ايه؟ ربع اول. ربع ايه؟ يبقى انا عارف انه س ما دام اكبر من الصفر واصغر من الباقي على الاثنين يعني ربع اول، يعني الجتا تبقى موجبه في الربع الاول، يبقى الجتا س اكبر من الصفر، اذا جتا س اقدر اخدها بكام؟ بتساوي 4 على 5. افرض انا بقى لو نوت معايا انكد عليك واروح عامل لك كده، اقول لك لا. يبقى انا كده حطيتك في الربع الايه؟ التاني. حطيتك في الربع الايه؟ يبقى مستر كده انت غيرت الحدوته كلها وخليت اكبر من باي على الاثنين الى باي، يبقى ده ربع ايه؟ تاني. يبقى ده ربع ايه؟ يبقى مستر الجتا كده هتبقى اصغر من الصفر، يبقى الجتا بسالب 4 على 5. شفت شقلصتك ازاي من خلال الشرطه ده؟ لو ما خدتش بالك منه تروح في داهيه. يبقى كده عرفت ان الجتا بكام؟ بسالب 4 على 5. لا يا ست انا غيرت السؤال، انت حد ليه عندي حاجه؟ يبقى مستر كده الجتا بتساوي سالب 4 على، وبناء عليه هرجع اعوض في المقدار اللي فوق ده. هات ده، يلا بينا. ها ده الشرطه ج س بقى اسمها ده الشرطه 3 على 5 اللي هي بكام؟ بسالب 6. في جتا س ما الجتا بقى اسمها سالب 4 على 5، الكلام ده بيساوي سالب ألف في جا س. يا ابني ما هي الجا كانت بكام؟ ب 3 على 5. خلاص بقى كده يا مستر، لو ضربت الطرفين في 5 يمشوا مع بعض، لو ضربت الطرفين في سالب 1 يمشوا بعض، لو قسمت الطرفين على 3 يطلع ده ب 2، قوم يطلع الألف هنا بالموجب والناحية التانية 2 في سالب 4 بسالب 8، يطلع معاك كام؟ اعتبر ان ما انا غيرت في السؤال، فخلاص يا عم إجابتك تبقى سالب إيه؟ 8. وصلت يا خالد؟ يبقى انا عايز الخص من السؤال ده حاجه بسيطه تماما، الا وهي دال جا س بتساوي ا في جتا س، يبقى وانت بتشتق بتقول ايه؟ دال شرطه جا س وتضرب في مشتقه اللي جوه، تضرب في مشتقه ايه؟ والناحيه الثانيه تشتق عادي. حلو؟ قال لك طب انا دال شرطه 3 على 5 يبقى اشيل س واحط 3 على 5؟ ده انا هشيل الجا س واحط 3 على 5. لقيت نفسي محتاج الجتا، ايه المشكله يا عم؟ روح ارسم مثلث، حط نسب مثلثيه وطلع الجتا.
لقيت نفسك في سؤال ما محتاج الظو، ايه المشكله يا عم؟ تطلع الظو ما هتبقى بثلاثه على الاربعه. بس هل اشارتها موجبه ام سالبه؟ ده هتحدده منين؟ من الشرط اللي انا هديهولك. فاياك واهمال هذا الايه؟ الشرط. اياك ثم اياك ثم اياك. فاينالي قاعده السلسله. حلو؟ عارف انا ليه سحلك معايا؟ عشان الحاجات دي اصلا موجوده فين؟ في مدخل التفاضل اللي فيه رجاله عملت نصحه وما ذاكرتوش كويس، فتترزع قدامي وتقعد واسمعهولك، تقعد قدامي وما تتأففش، اشرحهولك تاني وتالت عشان تبقى تعمل نصح ولما اديك فيديو ما تشوفوش. ماشي يابا؟ قعده السلسله ايه ده؟ انت اسمك زياد، زياد ايه؟ يا ابن انجز. زياد محمد، محمد ايه؟ امين. في علاقه واضحه وصريحه بين السيد زياد والسيد محمد والده، صح؟ زياد محمد، زياد ابن محمد، ومحمد ابو زياد، صح؟ انما السيد الفاضل امين العلاقه مش صريحه، ده العلاقه فيها تسلسل. اذا انا لما اقول زياد محمد امين يبقى امين ابو محمد ومحمد ابو زياد. هو ده بالظبط اللي بيحصل احيانا، احيانا بيكون في دوال صريحه، يعني الصاد مرتبطه بالسين بشكل صريح، واحيانا بيكون العلاقه فيها تسلسل، يكون العلاقه فيها ايه؟ بص بص بص، الصاد داله في عين بينما العين داله. هو ده بيقول بشكل مش صريح ان الصاد ايضا هي داله في مين؟ في سين، ان الصاد هي داله في ايه؟ يجي الراجل يطلب منك ايه؟ الضال صاد دال سين. يجي الراجل يطلب منك الضال صاد، يعني عايز معدل تغير صاد بالنسبه الى سين. طب هو قاله لي ازاي؟ قال لك اثبت ان 3 في ضال صاد دال سين ناقص 10 بيساوي صفر. بالبلدي هو عايز الضال صاد دال سين وتعوض عن سين ببيعه 8، وبعدين تبقى ترجع تعمل الاثبات ده. يبقى هو طالب اصلا ايه؟ الضال صاد دال سين. هجيب ده ازاي؟ قال لك تذكر معي قاعده السلسله. بص يا غالي، قال لك والله لو كانت صاد داله في عين والعين داله اخرى في المتغير سين والمطلوب دال صاد دال سين، دي ليها طريقتين بتيجي بيهم. اما انك تقول انه دال صاد دال سين بيساوي دال صاد دال عين، يعني مشتق ده في دال عين دال سين، يعني مشتق ده تشتق تشتق تضرب. والطريقه دي انا بسميها كده يا عم، بقول اشتق اشتق اضرب اشتق اشتق. وهناك في الفيديو انا كنت عامل لك اثبات ليها، انما هنا يا باشا دي الطريقه، اشتق اشتق اضرب. او خلينا في الحته دي الاول وبعدين هبقى ارجع اقول لك الحل التاني. صلي بينا على النبي. انت عايز دال صاد دال سين، صح؟ قال لك ده بيساوي دال صاد دال عين، فدال عين ايه؟ دال سين. اطلع فوق، تعرف تجيب دال صاد دال عين؟ صاد داله في عين، يبقى دال صاد دال عين مشتقة ما تحت الجذر بكام؟ سالب 5. ما سالب 5 عين مشتقتها ايه؟ سالب 5 على 2 في الجذر شخصيا. حصل؟ تعرف تجيب الدالعين دال سين؟ مش العين داله في سين؟ مشتقة الزطا 2 سين بسالب 2 قطة تربيع 2 سين، مشتقة الزطا بسالب قطة تربيع واضرب في مشتقة الزوج. دي كده ايه؟ الضال صاد دال سين. هو قال لك عند سين بكام؟ ورطة. لأنك هتيجي تعوض عن سين هتلاقي سين هنا، بس مفيش، ده هنا عين. فأنت محتاج قيمة مين؟ عين، محتاج قيمة مين؟ قال لها مصر بسيطة. عند سين بتساوي بقى على 8. مين يقول لي اجيب عين منين؟ مش العين اهي بدلاله سين؟ خلاص. طب ما العين بتساوي زطا 2 سين، يعني 2 في باي على تطلع بباي على الاربعه، فيطلع الزطا باي على الاربعه بيساوي 1. يبقى لما السين بباي على 8 كانت العين بكام؟ يبقى ارجع هدى فيطلع الضال صاد دال سين
عند س بتساوي بقى على 8 و ع بتساوي 1 هيساوي سالب 5 على 2 جذر 14 ناقص 5 في 1 اللي هي ع في سالب 2 قطة تربيع 2 في باي على 8 حسبة تحسب الكلام ده كله 14 ناقص 5 ب 9 وجذر 9 ب 3 2 في 3 ب 6 يبقى سالب 5 على 6 سالب 2 في قطة 2 في باي على 8 ب باي على 4 قطة باي على 4 بتساوي جذر 2 تربيعها ب 2 يبقى سالب 2 في 2 بسالب 4 وميطلع الكلام ده ابن عمي سالب يروح مع السالب 4 في 5 ب 20 على 6 يطلع 10 على 3 يطلع معاك 10 على قوم لما تيجي تبص فوق انت عايز تثبت انه 3 في ضل ص د س اللي هي طلعت ب 10 على 3 لما تطرح منه 10 عايز تثبت انه يطلع بكام؟ بصفر بالفعل لما جيت اعوض في المقدار اللي فوق ده طلع معايا بايه؟ مش ده كده كان المطلوب اثباته؟ انا يهمني انك تكون بتعرف تجيب الضل ص د س تجيبها ازاي؟ مشتقة الصاد في مشتقة العين حصل؟ ايه الطريقة التانية بقى؟ قال لك الطريقة التانية ان انت الاول تعوض عن عين في صاد. طب وكده انا هعمل ايه؟ قال لك يا باشا انا لو قدرت اخلي الصاد دالة صريحة في سين على طول واشتق كلام هيحلو صح؟ يعني عايز تعمل ايه؟ قال له مستر يا مش صاد بتساوي الجذر التربيعي ل 14 ناقص 5 عين قال لي مش العين اصلا كانت بتساوي ظا 2 س يبقى 5 ظا 2 س حصل؟ طب ما كده الصاد بقت داله صريحه في س ولا لا؟ طب ما كده مستر لو حضرتك عايز تجيب الضال ص ده س تقول ايه؟ ها؟ مش ده جذر تربيعي؟ مشتقة ما تحتك جذر السالب 5 في مشتقة الزاتا 2 س، مشتقة الزاتا 2 س بإيه؟ قال لي دي بسالب 2 قطة تربيع 2 س على 2 في الجذر اللي هو 14 ناقص 5 زاتا 2 س. الاثنين تمشي مع السالب مع السالب يبقى موجب يبقى قطة تربيع س على 5 طبعا 5 قطة تربيع س على جذر 14 ناقص 5 زاتا 2 س. قال لك طب يا عم عند س بتساوي باي على 8 يبقى ده ص د س عند س بتساوي باي على 8 هتعوض 5 قطة تربيع باي على 8 اللي هي 180 على 8 وتحت الجذر التربيعي ل 14 ناقص 5 زاتا. في حاجة مكتوبة غلط على السبورة، مين خد باله منها؟ ايه الغلط اللي على السبوره؟ وربنا ما هكمل الا لما حد يقول لي الغلط عشان ما حدش راجعني، ما حدش قال لي اي حاجه. ها؟ كذاب وفلاح وجلف وجاي. ها؟ ايه الغلط يا اسلام؟ ها؟ يا فلاح يا جلف يا جايف، مشتق ده بسالب 2 قطة تربيع 2 س بزاويتها زي بزاويتها زي صح؟ يبقى دي 2 في باي على 8 صح؟ يا ذا الهول لقد كنت أعاني وأصبحت الآن أعاني أكثر. حسبها حسبت الكلام ده كله فطلع معايا ب 10 على 3 فطلع معايا بصفر. سعيد ومسعد واللي يصلي على النبي اسمه. وإلى هنا تنتهي أمسياتنا لهذه الليلة، نراكم على خير في أمسيات قادمة نتحدث فيها عن اشتقاق الدوال الأسية واللوغاريتمية.